بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناه النادي الاهلي، ولقاء جديد ويوم جديد من ايام الاستوديو التحليلي وسهره رمضانيه جديده، وان شاء الله تكون مفرحه. النهارده لقاء مهم جدا 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 ومصيري بين نادي الاهلي كبير افريقيا وشقيقه الرجاء المغربي، في مين بقى اللي هيصعد لنص نهائي دوري ابطال افريقيا علشان يقابل الفائز من لقاء الترجي التونسي وفاقس طيف الجزائري. طبعا الاربعه الفرق اللي ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي واحد منهم باذن الله، باذن الله نكمل وبعدين نصعد لنهائي البطوله، واحنا كده ضمننا ان فرقه عربيه ان شاء الله في النهائي، ونتمنى ان شاء الله ان يكون هو النادي الاهلي المتاهل النهارده وباذن الله يتاهل في الدور قبل النهائي للمباراه النهائيه وحصد اللقب الحادي عشر في تاريخ الاميره السمراء ان شاء الله. ماتش النهارده على المستوى الفني وعلى المستوى التكتيكي مش سهل ابدا على الفرقتين. حد يقول لي على الفرقتين؟ اقول له اه على الفرقتين. الاهلي فريق كبير، الاهلي بارقامه كبير افريقيا، نادي الاهلي نادي عظيم، نادي صاحب الارقام القياسيه. وشفنا الحلقه اللي فاتت لما قلت لحضراتكم الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء قال النادي الاهلي نمره واحد في افريقيا و19 عالميا. واحد في افريقيا و19 عالميا. حقق فوز النادي الاهلي المباراه اللي فاتت 2-1. كانت المباراه يعني مع الاعتذار للاخوه المغاربه كانت عباره عن تقسيمه على نص ملعب او في نص ملعب زي ما احنا بنقول. النادي الاهلي كان مسيطر سيطره كامله، ولكن للاسف بدل ما النتيجه تخلص 7-8-1 خلصت 2-1. طبعا النادي الاهلي كان ممكن يحسم الوصول لقبل النهائي من مباراه القاهره، ولكن قدر الله ما شاء فعل. تعودنا دايما دايما مع النادي الاهلي في الصعوبات بتلاقي رجاله الاهلي في الملعب. يعني ماتش النهارده صعب؟ اه ماتش النهارده صعب، بس صعب على الفرقتين. النهارده الماتش هيكون على ملعب مركب محمد الخامس، مركب محمد الخامس او ملعب مركب محمد الخامس معروف بملعب الجحيم. في افريقيا معروف ملعب الجحيم. وكمان انت بتلعب الرجاء المغربي المعروف بان سلاحه نمره واحد هو جمهوره. برضو مع احترامنا الرجاء ما كانش على مستوى فني عالي الماتش اللي فات بصراحه. نادي الاهلي كان متسيد الجيم من اوله لاخره، ولكن النتيجه طلعت 2-1. ماتش النهارده عايز اداره فنيه حكيمه كويسه قوي قوي قوي. ماتش النهارده عايز هدوء وعايز ثبات انفعالي في الملعب من لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي عندهم الخبرات دي. لعيبه النادي الاهلي لعبوا في الاجواء دي. لعيبه النادي الاهلي في الصعوبات عدوا المراحل دي. وهقول لحضراتكم الماتشات اللي احنا عديناها. لكن احنا كمان اتعودنا من مستر موسيماني في المواجهات الكبيره بيكون لها تخطيط مختلف من جانبه واداره فنيه مختلفه. نتمنى لمستر موسيماني التوفيق في انه يحط تشكيل كويس، طريقه لعب كويسه، حتى في اداره المباريات فنيا والتغييرات كمان. ونتمنى للعيبه التوفيق داخل الملعب باذن الله رب العالمين. الجمهور لعيبه النادي الاهلي اتعودوا قبل كده وعندهم من خبرات ما يكفي للتعامل مع حماس جمهور المغرب او جمهور الرجاء المغربي قبل اللقاء ومع اللقاء، ويقدر جمهور النادي الاهلي يقدر لعيبه النادي الاهلي تحط الضغوط على فرقه الرجاء المغربي باذن الله رب العالمين. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى التوفيق للجهاز الفني، نتمنى التوفيق للعيبه في الملعب، وان شاء الله المكسب يكون للنادي الاهلي بعد المباراه. ولكن خلينا اتكلم في نقطه ومحدش يفهمني غلط. نادي الاهلي النهارده بيلعب مباراه صعبه جدا جدا جدا. ماتش النهارده يعني ملوش غير ثلاث حاجات. تكسب ان شاء الله او تتعادل ان شاء الله، دي النتائج اللي في صالح النادي الاهلي، او لا قدر الله تخسر. اي نتيجه من الثلاثه ومحدش يقول لي انت بتسبق، لا انا ما بسبقش، انا بقول اهو نكسب ان شاء الله، نتعادل برضو ان شاء الله لان النتيجه بتاعت التعادل تعتبر ايجابيه لصالح النادي الاهلي، او لا قدر الله يبقى في خساره. ده لا هيقلل ولا هيعلي من قيمه النادي الاهلي وجماهيره، لا هيقلل ولا هيعلي من شأن النادي الاهلي ولا قيمه جماهيره.
انا بتكلم بس كده ليه؟ علشان ان شاء الله باذن الله خليكم متفائلين، خليكم متفائلين. انا دايما بحب ابقى متفائل حتى في الصعاب، بيبقى في قلق ولكن ببقى متفائل. يعني انا متفائل ان شاء الله باذن الله النهارده النادي الاهلي هيعدي ماتش الرجاء باذن الله على خير، ونتاهل باذن الله لدور ربع النهائي، الدور النص النهائي. لكن لا قدر الله حصل حاجه تانية، ده مش هيقلل من قيمه النادي الاهلي ابدا. جمهوره العظيم، جمهور النادي الاهلي العظيم، عودنا دايما ان هو ورا النادي الاهلي في الحلوه والمره. برضو انا ما بسبقش، لا بالعكس تماما، انا متفائل جدا 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 النهارده، وان شاء الله النادي الاهلي باذن الله رب العالمين يوصل للدور نص النهائي بعد هذه المباراه، ويكون هو المنتصر باذن الله رب العالمين. ولكن انا بتكلم على جمهور النادي الاهلي اللي عودنا دايما ان هو ورانا ومعانا، واللعيب نمره واحد، واللي بيدعمنا بعد ربنا نمره واحد هو جمهور النادي الاهلي. فجمهور النادي الاهلي مهما كانت النتيجه اليوم، مهما كانت النتيجه اليوم، ورا النادي الاهلي زي ما احنا متعودين دايما، زي ما احنا متعودين دايما. ما حدش يجرنا السكه ان احنا نهاجم النادي الاهلي، نهاجم لعيبه النادي الاهلي، لا، ده مش هيبقى جمهور النادي الاهلي. ولكن ننتقد، ممكن ننتقد، ما احنا بننتقد حتى واحنا كسبانين. والنادي الاهلي عودنا دايما ان هو بيلعب على المكسب بس. النادي الاهلي هو اللي عودنا دايما بيلعب على المكسب بس، ولكن الكوره فيها ثلاث حاجات. انا بس بقول كده علشان جمهور النادي الاهلي دايما ورا فرقته. محدش ياخدنا لسكه تانية. اللعيبه دي فرحتنا قبل كده السنتين اللي فاتوا، الجهاز الفني ده جاب لنا بطولات، في اخطاء اكيد، في اخطاء، مفيش حد يعني مثالي 100%. في اخطاء من اللعيبه، في اخطاء من اللعيبه، في اخطاء، ما احنا طول ما احنا عايشين كده هيبقى في اخطاء ونتعلم من اخطائنا كلنا كده. الجهاز الفني ليه اخطاء، ليه اخطاء، ولكن بيتعلم من اخطاء. ولكن اللي عايز اقوله لحضراتكم ان احنا طول عمرنا، طول عمرنا جمهور النادي الاهلي ده ورانا، طول عمرنا جمهور النادي الاهلي ده سندنا بعد ربنا بتوفيق ربنا. فجمهور النادي الاهلي ده ورا النادي الاهلي في كل وقت وفي كل مكان، ومش مشكله النتيجه، مكسب، تعادل، لا قدر الله خساره، جمهور النادي الاهلي ورانا. جمهور النادي الاهلي مش هو اللي يهاجم النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي مش هو اللي يهاجم لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. عايز تنتقد انتقد، كل واحد حر في رايه، ولكن بادب، ولكن ملتزمين ان احنا هندعم فرقتنا لحد ما الواحد يموت، كلنا كده. وده اللي تعودناه من جمهورنا العظيم. جمهورنا العظيم هو سبب كل البطولات، وهو سبب كل الانجازات، وهو سبب كل الارقام القياسيه بعد ربنا من لانتصارات وانجازات النادي الاهلي. فجمهورنا العظيم ده ورا النادي الاهلي، ورا لعيبه النادي الاهلي مهما حصل اليوم. مش اليوم بس، زي ما احنا متعودين من جمهور النادي الاهلي هو ورانا على طول. ورانا على طول في الصعاب، ورانا على طول في الافراح، ورانا على طول في الاحزان ولو انها يعني نادره في النادي الاهلي كبير افريقيا. النادي الاهلي استعد كويس للمباراه دي. كان في اخطاء المباراه الاولى، اكيد مستر موسيماني نبه على اللعيبه وشاف الاخطاء وشاف الحاجات اللي حصلت، سواء اذا كان اخطاء دفاعيه، سواء اذا كانت هجوميه، منها طبعا الفرص السهله اللي ضاعت مننا. النادي الاهلي كمان سافر يوم الثلاثاء اللي فات للمغرب وخد اكتر من تدريب زي ما حضراتكم عارفين، ولكن يعني ما قدرش يتدرب على الملعب اللي هتقام عليه المباراه وهو مركب محمد الخامس، ولكن دي كانت تعليمات من الكاف للحفاظ على ارضيه الملعب. لكن بعثه النادي الاهلي خلاص كانت جاهزه، وكان في تدريبات قويه جدا فيها طبعا نواحي بدنيه وفنيه وتكتيكيه علشان مباراه اليوم. مباراه اليوم مباراه حاسمه، مش حاسمه للاهلي بس، حاسمه للرجاء المغربي كمان. وزي ما بتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي نادي كبير، كبير افريقيا بالارقام، بالانجازات، بالبطولات. نادي الرجاء المغربي نادي كبير برضه، فانت بتتكلم على فرقتين كبار في البطوله. ولكن احنا دايما متعودين ان احنا حاطين ثقتنا في الجهاز الفني وفي لعيبه النادي الاهلي. ما يهمش بقى الفوز بتاعنا كان على ملعبنا، يعني ما كانش مطمئن قوي، في جماهير النهارده يمكن توصل ل 45,000 او 50,000. ولكن زي ما قال الشناوي، عجبني تصريح محمد الشناوي في المؤتمر، قال جمله حلوه قوي. قال ايه؟ قال في جماهير في الملعب وهنحترم الجماهير اللي في الملعب،
لكن احنا متعودين على الاجواء دي، متعودين على اللعب في الاجواء دي. وفي الملعب نفسه، في الملعب نفسه الجماهير دي مش هتنزل تلعب، هم 11 واحنا 11. الجماهير هتكون متواجده خارج الملعب، مش هيكون في حد منها موجود جوه المستطيل الاخضر. يعني كلام موزون وكلام يعني عجبني جدا رد فيه محمد الشناوي. خلينا نتكلم برضو على الماتشات التقيلة اللي النادي الاهلي عدى فيها السنتين اللي فاتوا في بطولة افريقيا. خلينا نتكلم عليها شوية. طبعا احنا معانا على الشاشة كواليس بعثة النادي الاهلي في الفندق، دي كانت النهاردة طبعا كابتن عمرو السولية، وشايفين برضو نبص برضو على عيون اللعيبة. انا دي من الحاجات اللي انا بحب اركز عليها، بحب اركز على عيون اللعيبة وشوشهم قبل الماتش او يوم المباراة. تركيز عالي، كله جاهز، كله عنده الاستعداد انه يلعب، كله الحمد لله رب العالمين مصمم ان هو باذن الله رب العالمين يعدي ماتش النهارده على خير. فان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله نبارك للنادي الاهلي وجمهوره بعد المباراه. تعالوا نروح نشوف اخر الاجواء والكواليس اخبارها ايه قبل لقاء اليوم، وزميلنا محمد توفيق من فندق الاقامه. مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وكل جماهير النادي الاهلي العظيمه المنتظره لقاء الهام والمرتقب ما بين الاهلي والرجاء البيضاوي في مباراه الاياب في دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا. يعني كل الاجواء هنا كابتن ايمن، ان شاء الله ان شاء الله الحاله الفنيه والبدنيه للاعبين والتركيز على احسن ما يكون ان شاء الله، يتبقى بس توفيق ربنا ودعوات كل جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله النادي الاهلي يعود الى القاهره وهو معايا بطاقة الصعود إن شاء الله للدور قبل النهائي، ويتبقى فقط خطوتين وللفوز بالنجم ال11 والحفاظ على لقب النادي الأهلي المفضل للعام الثالث على التوالي. خليني أكلمك على استعدادات النادي الأهلي يا كابتن أيمن. يمكن الفريق اختتم استعداداته بالأمس في مران قوي جدا كان على مركب العربي الزاولي هنا في الدار البيضاء. يمكن التدريب ابتدى فيه تمام العاشرة مساء نفس موعد المباراة اليوم. يمكن التدريب كان قوي جدا، استمر لأكثر من ساعة ونصف. يمكن مستر موسيماني يمكن ركز مع اللاعبين سواء في تمرين الأمس أو كمان التمرين اللي قبله على ضربات الجزاء، ودوت طبعا علشان يكون الفريق مؤهل ويمكن بيستعد لكل سيناريوهات المباراه. يمكن مستر موسيماني بيتكلم بشكل كبير جدا مع اللاعبين، عاوزين نحسم المباراه في ال 90 دقيقه. يمكن فاضل خطوه قليله ان شاء الله، وان شاء الله النادي الاهلي يعدي للدور الثاني. يمكن كمان انا عاوز اكلمك على برنامج النهارده. يمكن الفريق ابتدى برنامجه بصلاه الجمعه واللي كانت في تمام الساعه 12 ونص. يمكن طبيب الفريق دكتور احمد ابو عبله هو اللي امن اللاعبين والقى خطبه الجمعه الظهر اليوم. جميع اللاعبين كانوا حاضرين، وكمان كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه هنا، رئيس البعثه هنا في المغرب كان حريص على اداء صلاه الجمعه مع اللاعبين والشد من ازرهم. بعد كده يمكن مستر موسيماني فضل ان المحاضره بتاعه المباراه تكون قبل الافطار، كانت في تمام الساعه 7 الا الثلث، ومن بعدها كان افطار اللاعبين هنا بتوقيت كازابلانكا في تمام الساعه 7 وربع. يعني لحظات كابتن ايمن، وتحرك ان شاء الله على مركب محمد الخامس هنا بالدار البيضاء لاداء مباراه الرجاء البيضاوي في اياب دور الثمانيه. كل الاجواء، كل الظروف، استعداد اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الاداره على احسن ما يكون، يتبقى فقط توفيق ربنا ودعوات كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان بصعود النادي الاهلي وتحقيق نتيجه ايجابيه باذن الله النهارده. دي كانت اجواءنا هنا من الدار البيضاء. الكلمه ليك كابتن ايمن، اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق. بالتاكيد يعني اجواء رائعه في معسكر النادي الاهلي كالعاده، في حاله من التركيز والجديه شفناها على وشوش اللعيبه. شفنا كمان تواجد الكابتن محمود الخطيب احسن رئيس نادي في مصر مع اللعيبه، متداخل معاهم، ما بيسيبهمش لحظه، بيدعم اللعيبه حتى في الصعاب، وده اللي احنا متعودينه من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وافضل رئيس نادي في مصر. المهم اللي انا عايز اقوله لحضراتكم، الاجواء دي النادي الاهلي مر بيها قبل كده واصعب كمان. لو تفتكروا حضراتكم الوداد في المغرب، ماتش الوداد في المغرب والنادي الاهلي تخطاه على ارضه. لو تفتكروا حضراتكم التاسعه قضيه قفشه في التاسعة برضو النادي الأهلي تخطى وكسب البطولة. بعد كده شفنا ماتش الهلال السعودي وبرضو الأهلي كسب، وصلنا لحد كسب إيه؟ ده كسب مكسب كبير قوي ولقن الهلال السعودي يعني درس قاسي. بعد كده دخلنا على كمان الرجاء في السوبر. لو تفتكروا حضراتكم كان الرجاء متقدم وبعدين حصل استفزاز كده من أحد لاعبي الرجاء، ولكن الرد كان سريع جدا 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 من طاهر محمد طاهر،
وقدر في اخر ثانيه يجيب هدف التعادل والنادي الاهلي كسب السوبر الافريقي بركلات الترجيح. فالمواقف دي عدت كتير على النادي الاهلي. اللي احنا شفناه شفنا ان اللعيبه مركزه، يمكن معانا على الشاشه اهي لعيبه وهي داخله الاوتوبيس ومستعده انها تروح لملعب المباراه ان شاء الله رب العالمين. الجمهور اتكلمنا عنه، الجمهور هو سلاح الرجاء المغربي نمره واحد. جمهور حماسي جدا، جمهور تشجيعه جنوني جدا، ولكن النادي الاهلي متعود على الاجواء دي. اكيد مستر موسيماني اتكلم في حاجتين او جهز اللعيبه على حاجتين، في تجهيز واعداد نفسي للتعامل مع المباريات ديت، وخصوصا مع الحشد والحماس الجماهيري المتوقع والبدايه اللي هتبقى ناريه من الرجاء المغربي مستغل الدعم الجماهيري اللي حضراتكم هتشوفوه على الطبيعه. اكيد مستر موسيماني اتكلم مع اللعيبه وهيئهم من الناحيه النفسيه ازاي يتعاملوا مع المواقف دي او مع الموقف ده. تاني حاجه اكيد اتكلم مع اللعيبه على بقى المستوى الفني والمستوى التكتيكي، دي بقى حاجه راجعه لمستر موسيماني. النهارده الناس تقول لك ايه يعني، طب النهارده مستر موسيماني هل هيلعب زي الماتش اللي فات؟ طب هل هنشوف قفشه؟ طب هل هيلعب زي ما عودنا قبل كده في الماتشات اللي هي الصعبه شويه او اللي عايز يقفل فيها بثلاثه في نص الملعب؟ ده اللي هنشوفه وهنتكلم فيه مع نجومنا الكبار اللي هيشرفونا كمان شويه. خلينا نروح نشوف مشوار النادي الاهلي في البطوله ومشوار نادي الرجاء في البطوله. معانا جرافيك اهو وهنقول لحضراتكم مشوار الاهلي. اولا نادي الاهلي بدأ طبعا من الدور الثاني. الدور الثاني لعب جندر ميري ناشونال وتعادل 1-1 هناك، وكسب بطل النيجر وكسب ماتش العوده 6-1. وبعدين في دوري المجموعات لعب مع الهلال السوداني اولا في السودان وتعادل مع الهلال السوداني هناك 0-0. وبعد كده النادي الاهلي لعب في مصر مع سان داونز جنوب افريقيا انتهت بفوز سان داونز 1-0. بعدين النادي الاهلي لعب مع المريخ السوداني كسب 3-2. لعب ماتش العوده مع سان داونز في جنوب افريقيا وسان داونز كسب مره ثانيه 1-0. لعب النادي الاهلي مع المريخ السوداني والنادي الاهلي برده كان في مصر، لان المريخ السوداني كان واخد ملعب استاد السلام هو ملعبه، والنادي الاهلي كسب 3-1. وبعدين النادي الاهلي كسب الهلال السوداني 1-0. وبعدين في دور الثمانيه النادي الاهلي كسب في ماتش الذهاب الرجاء المغربي 2-1. مشوار الرجاء بقى في الدور الثاني لعب مع اويلرز ليبيريا بطل ليبيريا في ليبيريا، نادي الرجاء كسب 2-0. في مباراه العوده نادي الرجاء كرر فوزه مره ثانيه 2-0. وبعدين لعب مع امازولو بطل جنوب افريقيا في المغرب، نادي الرجاء كسب 1-0. ولعب مع وفاق ستيف الجزائري في الجزائر في دور المجموعات برضه، نادي الرجاء كسب في المباراه الخارجيه خارج ملعبه 1-0. بعدين نادي الرجاء لعب مع حوريا كناكري الغيني على ملعبه كسب 1-0. والخساره الوحيده اللي تلقاها نادي الرجاء المغربي مباراه العوده مع حوريا كناكري بطل غينيا 2-1، ودي الخساره الوحيده اللي حصلت لفريق الرجاء المغربي. لعب بعد كده مباراه العوده امام امازولو في جنوب افريقيا ونادي الرجاء كسب 2-0. بعدين لعب على ارضه مباراة وفاق ستيف بطل الجزائر رجاء المغربي كسب 1-0. ثم أخيرا لعب مباراة الأهلي المصري على أرض النادي الأهلي بالطبع، والنادي الأهلي فاز 2-1. معنا برضو تاريخ مواجهات نادي الأهلي والأندية المغربية. نادي الأهلي لعب مع الأندية المغربية 26 لقاء، نادي الأهلي كسب 11، تعادل 9، هزيمة 6، له 33 عليه 23. وبالطبع هتبقى الارقام معكوسه للانديه المغربيه، لعب برضه 26 زي النادي الاهلي، ولكن فوز 6 تعادل 9 هزيمه 11 له 23 عليه 33. خلصنا كلام، خلصنا ارقام، قدامنا 90 دقيقه في الملعب. خلينا متفائلين، انا بحب دايما التفاؤل، بحب دايما ان انا ابقى واثق في لعيبتي. زي ما شايفين نسبة التركيز، أنا بقول لحضراتكم أنا ببص على وجوه اللعيبة تحس إن في تركيز، في قلق، وده عادي جدا جدا قبل المواجهات ديت. وعلى فكرة إحنا حتى لما بنلاعب فرق صغيرة
في الدوري المحلي او في المسابقات المحليه برضو بيكون عندنا القلق ده، وبرضو بيكون عندنا الانطباع انه ماتش صعب جدا. عشان كده النادي الاهلي مختلف، عشان كده النادي الاهلي غير، عشان كده النادي الاهلي كبير، عشان كده لما تيجي تتكلم على النادي الاهلي تتكلم وتعظم وتقول النادي الاهلي العظيم، النادي الاهلي صاحب الارقام القياسيه، النادي الاهلي صاحب الانجازات، النادي الاهلي صاحب البطولات، وقبل كل ده صاحب القيم والمبادئ. شايفين حضراتكم معانا في الصوره لعيبه النادي الاهلي وهم في طريقهم لملعب المباراه ان شاء الله بالتوفيق باذن الله. ان شاء الله بدايه صعبه، بدايه صعبه، والبدايه خلوني اكلم حضراتكم عن البدايه في الماتشات دي. خلي بالكم البدايه بتبقى مرتبطه بمؤثرات خارجيه واللي هو عامل الجمهور، ولكن لعيبه النادي الاهلي زي ما قلنا عندها من الخبرات اللي تقدر تتعامل مع الاجواء دي. نادي الاهلي ان شاء الله انا متفائل جدا لو عدينا اول تلت ساعه او اول 25 دقيقه باذن الله، باذن الله نحافظ على شباكنا، وان احنا نقدر ان شاء الله نصعب الامور على الرجاء المغربي ونقدر نخطف جول باذن الله. ان شاء الله السيناريو اللي حطه المدير الفني للفريق المغربي وجماهير الفريق المغربي ان شاء الله كلها تتغير لصالح النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله النهارده مستر موسيماني يفاجئ الفريق المغربي ويفاجئنا ان شاء الله. تعودنا دايما مستر موسيماني بيفاجئنا في الماتشات اللي زي دي. مستر موسيماني الفتره اللي فاتت كان عليه هجوم كبير جدا جدا جدا، ولكن في بعض الاوقات انا بشوف ان الهجوم ده غير مبرر على الاطلاق. يعني الراجل يكسب يتهاجم، الراجل يتعادل يتهاجم، الراجل يخسر يتهاجم، ماشي يخسر يتهاجم ماشي، بس حتى الهجوم لما تيجي تهاجم برضو الهجوم لازم بعقلانية شوية. الأخطاء موجودة وهتفضل موجودة الأخطاء، ولكن لما نيجي نتكلم نتكلم بعقلانية، نتكلم باللي احنا شايفينه مش باللي حد بيضغط علينا بيه علشان نقوله. هو ده جمهور النادي الأهلي، هي دي عظمة جمهور النادي الأهلي ورا فرقته في كل مكان، مش هو اللي بيهاجم عمال على بطال، لا. ولكن اللي انا عايز اقوله لحضراتكم باذن الله باذن الله باذن الله البدايه هتفرق جامد جدا 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 مع لعيبه النادي الاهلي النهارده. البدايه هتفرق كويس قوي، وزي ما قلت لحضراتكم اكيد كان في تهيئه نفسيه كويسه قوي من مستر موسيماني للعيبه النادي الاهلي في التعامل مع بدايه ماتش النهارده. لكن النهارده باذن الله ان شاء الله هنشوف ماتش مختلف عن مصر. ماتش مختلف عن مصر ليه؟ لان انت بتلعب في ارض الخصم. ممكن الاختلافات النهارده تيجي في ايه؟ ممكن تيجي في طريقه اللعب، ممكن تيجي في بعض اماكن اللاعبين، او تغيير في اللاعبين نفسهم اللي هيبداوا المباراه. يعني ده كله حاجات فنيه، دي راجعه لمستر موسيماني، وهو ادرى بالمجموعه اللعيبه اللي هتبدا، هو ادرى بانه طريقه اللي هتناسبه النهارده، هو ادرى لان انت بتلعب في ارض خصم، تلعب في قدام 45 او 50 الف متفرج، واحنا عارفين جمهور رجاء المغربي، فهو اكيد عامل حسابه لكل الحاجات دي. انا خلصت كلامي، لسه التغطيه مستمره وهنتابع كل كبيره وصغيره تخص مباراه الاهلي والرجاء، لكن هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا الكبار اللي هيشرفونا النهارده، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال. ارجوكم تفائلوا وانتظرونا.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده كابتن علاء مهيوب. اهلا وسهلا بيك كابتن اسامه عرابي، نورنا كابتن. ايه اخبارك في رمضان؟ تمام. عامل ايه في الصيام؟ لا الحمد لله ماشي زي الفل. الحمد لله رب العالمين. كابتن عبد الرحمن نورنا كابتن. ازيك عامل ايه؟ سلام. طيب صحه وسلامه كابتن. كابتن احمد بلال هداف. ازيك كابتن؟ ازيك كابتن مصر وانت طيب؟ نورنا خليك رب. تسلم كابتن ايمن. كابتن علاء، مواجهه صعبه جدا 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 على الفرقتين، نادي الاهلي ونادي الرجاء المغربي، فرقتين كبار، ولكن اعتقد نتيجه المباراه الاولى صعبت الموقف على الفرقتين، على الاهلي وعلى الرجاء ايضا. هبداك بحته فلسفه كده. ماشي. صعيبه المباراه على النادي الاهلي. صعيبه. الله عليك كابتن. عشان نتيجه المباراه الاولى هنا كانت، المباراه الاولى كانت كنت ممكن تحسبها ممكن تخلص من هنا. يعني كانت ممكن سفريه المغرب دي تبقى اللي هو انت بس مسافر عشان لازم تسافر. لكن هي بقت صعبه. لكن كره القدم بتعرف كل اوقات يا ايمن، اوقات الامور سهله اوقات صعبه، لكن المهم انك ازاي تتعامل في الموقفين. وطبعا انت بتتكلم على نادي متمرس في افريقيا، انا حدث ولا حرج زي ما انا بقول، سيد افريقيا كلها، وياما شاف مباريات صعبه ومواقف صعبه جدا عليه في مشوار تاريخه طويل جدا، من اول ما بدانا ناخد بطوله افريقيا من سنه 81 يعني. فهي هل يا كابتن في تبقى نتائج متوقعه؟ كرة القدم ما فيهاش نتائج متوقعه. مفيش. ما تعرفش تتوقع نتيجه المباراه مهما كانت، مين المنافس بتاعك، منافس ضعيف، منافس قوي، انت ما تعرفش نتيجه المباراه. اصل البعض قلقان بطريقه غريبه قبل الماتش يعني، وعنده حته القلق، مش اللي هو القلق الصحي، لا اللي هو القلق السلبي. ما هو القلق يا ايمن نوعين، في قلق ايجابي وفي قلق سلبي. الناس خايفه من المباراه هناك. اللي مخوف الناس قوي يا ايمن الضغط الجماهيري اللي معمول من مسؤولي الرجاء من بعد المباراه هنا، وان هم عاملين عامل كبير قوي على الجماهير. ماشي، انا معاهم طبعا، عندهم حق ان الجماهير موجوده ويشجعوا، لكن انا بقول كلمه دايما، الجماهير بتشجع في المدرجات بس وخلاص، انتهى المشوار بتاعها هنا. الوقت قبل المباراه تبدا، اللعيبه هي موجوده في الملعب، اللعيبه هي اللي موجوده في الملعب، اللي شخصيته اقوى، اللي تركيزه اكتر، اللي التوفيق معاه، والتوفيق دي حط تحتها مليون خط، لانك انت لو كنت موفق هنا او كان في بعض الخوف من الفرص او بعض الحفاظ او الحرص على الفرص كنت ممكن تنهي المباراه هنا. انا دايما بتكلم عن مباراة سابقه، لان المباراه السابقه انا واحد من الناس كنت شايف ان هي مباراه سهله جدا 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 للمستوى اللي ظهر بيه الرجاء. حتى كنا في الاستوديو هنا كلنا يعني جالنا حاله ذهول من مستوى فريق الرجاء في المباراه. لكن خلاص المباراه انتهت والحمد لله كسبنا 2-1. عندك النهارده 90 دقيقه المباراه الثانيه. المباراه الثانيه تخشها بهدوء اعصاب، ولازم يبقى عندك تحكم كويس قوي باعصابك، ثباتك الانفعالي يبقى كويس جدا جدا جدا. لازم اللعيبه دي قبل ما تسافر من هنا عارفه ان هي تتعرض لضغط جماهيري مش طبيعي، بس لحد ما ينزل الملعب. بعد كده ان شاء الله تركيزك، شخصيتك، اصرارك، روحك العالي معروفه على لعيبه النادي الاهلي، واهم حاجه تركيزك في المباراه، تركيزك في كلام المديرك الفني، طريقه لعبك، هتتعامل ازاي مع المباراه، وده المهم جدا لما نيجي نتكلم فيها في فنيا، انك ازاي تتعامل مع المباراه في كل اوقاتها ان شاء الله، وتبقى ان شاء الله في النهايه نبارك لعيبه النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. كابتن علاء، كابتن اسامه، لقاء قوي وصعب جدا بين فرقتين كبار، يصعب التكهن بنتيجته. طبعا يصعب التكهن بنتيجته، وزي ما علاء قال يمكن قبل اللقاء الاولاني كان طبيعي ان انت هتقول ان الماتش هيتحسم في الرجاء، لكن لما اتفرجنا على الماتش واحد من اسهل المرات اللي النادي الاهلي قابل فيها الرجاء المغربي. الماتش الاولاني من اسهل المرات اللي النادي الاهلي قابل فيها الرجاء المغربي. احنا لعبنا الرجاء المغربي 9 مباريات، يعني في مباريات انا كنت بلعب فيها كلاعب، وفي مباريات كنت مدرب، وفي مباريات كنت خارج الجهاز الفني. مزبوط. او لاعب وشفتها. اسهل مره كنا نقدر نحسم فيها اللقاء بعدد كبير من الاهداف وبسهوله. فرقه الرجاء كانت متلخبطه جدا، الخط الضهري كان في مشاكل كبيره جدا، وقدرنا نجيب جونين في 23 دقيقه. حتى هو نفسه وخلقنا فرص يا كابتن. وخلقنا فرص كتير يعني. الشوط الاولاني خلانا فرص كتير قوي، والشوط الثاني برضه خلانا فرص كتير. كل الناس ضيعت يعني، بيرس التاو ضيع، شريف ضيع، احمد عبد القادر ضيع. خليني اسالك سؤال بمناسبه ضياع الفرص الكبيره دي، ودي اتكررت اكتر من مره يعني، هو انا ما بنتقدش، ولكن يعني احنا بنتكلم عشان الحلول الفتره اللي جايه. دي مسؤوليه مدير فني ولا مسؤوليه لعيبه؟ لا، في جزء
مسؤوليه لعيبه وفي جزء مدير فني. الجزء اللعيبه انه بتكلم على اهدار الفرص. ما انا لا ما اهدار الفرص اصله اهدار الفرص هتبقى اللعيبه بس هتقول ايه ما هو واحد هو والمرمى بيحطها هتجيب المدير الفني فيها ازاي. المدير الفني بيعمل تدريبات عشان يوصل الناس للجون. بيحاول يعمل تدريبات كتيره للناس اللي هي احساسها على الجون مش كبير بيزود لهم الحاجات الهجوميه ازاي يحط الكوره في المواقف المعينه داخل ال 18 بس هي ممكن الكابتن ماشي بس هي ممكن تختلف من واحد لواحد يعني مثلا ممكن واحد من انصاف الفرص يجيب لك جول مظبوط في طبيعه اصلا وممكن واحد لو جات اربع خمس فرص ممكن يجيب لك جول بالعكس بص يا ايمن الموهبه اساسا من عند ربنا في اي شيء صحيح في سواء في طريقتك في احراز الاهداف سواء في حتى في النواحي البدنيه واحد عنده سرعه عاليه جدا سرعه انتقال عاليه جدا زي صلاح مثلا زي امبابي في ناس بطيئه بطبيعتها زي كان قبل كده زيدان مثلا زي ابو تريكه لكن عنده سرعه اداء ففي حاجات ربنا حاططها في كل واحد منها برضو موضوع التهديف في ناس مخلوقه بتعرف تجيب جول وفي ناس عايزه تتمرن كتير قوي لكن التدريب يعني كتر الخبره والتدريب المواقف اللي بتتحط فيها بتدي لك زياده في الموضوع ده بتدي لك انك تعرف تجيب لو ما بتجيبش قوي بتحاول تجيب اكتر بتجيب كتير بتزيد عدد اهدافك لكن في الاساس هي موهبه ففيها جزء مدير فني قصدي فيها جزء اللعيبه ده الاساس لكن في جزء المدير الفني في ايه بقى انه يعمل تغييرات او يحط تشكيل ما يوصلش اللعيبه كتير للجون مثلا او يقلل عليهم الفرص او يصعب عليهم شكل الفرص ان مثلا يلعبوا كور طويله فهتبقى صعبه على المهاجمين دي فيها الجزء لكن الاساس اللعيب طبعا في اضاعه الفرص يعني فالمباراه اتصعبت عشان النتيجه 2-1 يعني حتى لو 1-0 كانت تبقى اسهل شويه كابتن معانا صور من الملعب يمكن في حشد جماهيري كبير جدا وده كان متوقع اعتقد انا شايف في حاجات مرميه في ارض مش ارض ملعب هي خارج حدود الملعب ولكن شايفين لو قربنا الصوره شويه اعتقد في حاجات مرميه من المدرجات في الملعب اعتقد دي ازايز ميه مرميه من الجمهور والاجواء طبعا اجواء صعبه جدا 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 ولكن كانت متوقعه يعني احنا كنا متوقعين الاجواء دي يا كابتن اسامه وياما لعبنا في الاجواء دي يعني احنا كلنا اللي قاعدين على الترابيزه هنا كلنا لعبنا في الاجواء دي واصعب منها سواء كنا في شمال افريقيا او حتى في بعض الدول الافريقيه السمراء لعبنا في الاجواء دي كلنا ومش غريبه على لعيبه النادي الاهلي بس هي المشكله انه يكونوا هم مهيئين لكده ما ينزلوش يبقى في توتر يبقى في عصبيه يبقى اعتقد فيه من ضمن الاعداد للمباراه كابتن بيبقى في اعداد نفسي ما طبعا ما انا بقول لك عشان كده يعني يا رب ان هم ينزلوا للتعامل مع الاجواء دي طبعا اهم حاجه النهارده اهم من الفنيات اهم من الفنيات وكل حاجه صح تعاملك في المباراه واعدادك النفسي وثباتك الانفعالي لما بتقف في اول الاستوديو يعني مهم النهارده انا دي مع كلام علاء فيها الجزء اللي هو الثبات النفسي الانفعالي ده وانك تبقى مركز طوال ال 90 دقيقه مالكش دعوه بالاجواء الجمهور وتلغي زي ما تكون حاطط قطن في ودنك وتلغي وما تخشش في عصبيه مع اللعيبه تاني لان ممكن يبقوا هم عصبيين بالضغط الجماهيري ده ممكن هم يبقوا عصبيين وعايزين يجيبوا جون بدري فكل ده اعتقد يعني مستر موسيماني واكيد كمان كابتن محمود الخطيب هناك ومجلس اداره اكيد اتكلموا ممكن يكون مع الفرقه وسيد عبد الحفيظ يعني كل الجهاز والاداره اكيد اتكلمت في الجزئيه ديت فدي نقطه مهمه جدا النهارده هو اللي صعب المباراه النتيجه 2-1 لو 1-0 يمكن كمان كانت تبقى اسهل لكن الجون ده خلى الماتش ممكن في اي لحظه يجي هدف في اي لحظه يجي هدف فانت مهم جدا النهارده انك تعرف تجيب جون هيسهل عليك كتير قوي باذن الله رب العالمين طيب معانا على الهاتف مراسلنا من المغرب محمد توفيق يدخلنا جوه الاجواء اللي هناك اتفضل يا محمد بخير يا كابتن ايمن تحصل حضرتك وضيوف الكرام في الاستوديو وكل المشاهدين وصباح القنوات الاهليه في كل مكان بالفعل مع حضرتك من هنا من مركز محمد الكامل الدار البيضاء من المغرب يمكن اجواء حماسيه جدا في الاستاد كابتن ايمن يمكن ساعه الاستاد الرسميه 44,675 مقعد
والاستاد اسامة 47 ألف، كان اعتقد العدد اللي موجود في الاستاد يتعدى هذا الرقم بكثير. يمكن الجماهير لو في صور وصلت حضرتك، الجماهير يعني تعتلي اعلى الاستاد واعلى الساعه الاستمراريه وراكز كتير جدا في الاستاد. يمكن حصل بعض المناوشات في وقت الافطار كان قبل وصول البعثه الرسميه للاهلي الى مطار الاستاد، ولكن الامن احتواها بعض الجماهير حاولت تنزل الملعب، ولكن الامن احتوى الموقف. يمكن بس بعض المناوشات البسيطه لدرجات المياه في الملعب، ولكن الامور الى الان تحت السيطره من الامن، ونتمنى ان شاء الله ان الامور تستمر على هذا النحو. هو الساعه الرسميه، الساعه الرسميه للاستاد كام يا محمد؟ الساعه الرسميه للاستاد اصلا كام؟ عندك فكره؟ الساعه الرسميه للاستاد يا كابتن ايمن 44275 مقعد. ايوه هو كان طبعا 42. والتذاكر اللي تم طبعها 42000، لكن العدد اللي موجود في الاستاد يتعدى ال 45000 متفرج كابتن ايمن. ايوه محمد. يعني بخلاف المقاعد والطرقات دي كمان يعني الاماكن غير مخصصه للفلوس الجماهير جالسه فيها. طب احنا معانا بعض الصور يا محمد فيها بعض ازايز الميه اللي اتحدفت من المدرجات. بالفعل يا كابتن ايمن، يمكن في الوقت خروج لعيب النادي الاهلي يعني اول حاجه على جمهور النادي الاهلي والجهاز الفني نزلوا يشوفوا ارضيه الملعب ويتمشوا على ارضيه الملعب. هو في اثناء خروجهم وانزلوا من غرف الملابس حصل القاء بعض الزجاجات من الجماهير اللي على يسار الماسوره، ولكن الامن هو الموقف. من بعدها دخل فريق الرجاء تقريبا ب 10 دقائق لقى تحيه طبعا من جمهوره الكبير، لكن ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي قدها. ويمكن الحاله المعنويه والحاله البدنيه خلال الايام اللي فاتت ومتابعتنا للتمرينات كانت اكثر من رائعه، وان شاء الله يتوقع توفيق ربنا كابتن ايمن، وان شاء الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي ان شاء الله والعوده الى القاهره بالضبط باذن الله. وباذن الله الحاجات دي تدي حافز اكتر للاعيبه النادي الاهلي وترفع من روحهم المعنويه قبل خوض اللقاء ان شاء الله. شكرا يا محمد، ودايما متواصلين مع بعض باذن الله. طبعا اجواء صعبه جدا، والاجواء دي مرينا بيها كمنتخب مصر الفتره اللي فاتت يمكن في مباراه من المباريات مع السنغال، ولكن لعيبه النادي الاهلي مهيئه زي مالك كابتن علاء والكابتن اسامه عرابي. الاعداد النفسي قبل المباراه تقريبا لا يقل عن الاعداد الفني والتكتيكي، واكيد مستر موسيماني كلم اللعيبه في الموضوع ده وازاي يقدروا يواجهوا الكلام دوت، وفي لعيبه عندهم خبرات جوه الملعب يقدروا يتعاملوا مع الاجواء دي ويقدروا يهدوا بقيه اللعيبه في الملعب اللي ما عندهمش التعامل في الاجواء دي. طيب خلينا قبل ما نروح للكابتن عادل ناخد تشكيل النادي الاهلي. تشكيل النادي الاهلي النهارده هيبقى محمد الشناوي لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر محمد هاني ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، وقلبي دفاع ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم. مستر موسيماني النهارده بيلعب بثلاثه خط وسط دفاعي، عمرو السوليه، حمدي فتحي، اليو ديان، وثلاثي المقدمه حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر. هنقول التشكيل مره ثانيه، محمد الشناوي لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر محمد هاني وعلي معلول ظهير ايمن وظهير ايسر، قلبي الدفاع محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، ثلاثي وسط دفاعي يتكون من عمرو السوليه، حمدي فتحي، اليو ديانج، وثلاثي الامامي حسين الشحات، بيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر. كابتن عادل، تحدي جديد قدام النادي الاهلي زي ما شايفين كده، مستر موسيماني عامل بعض التغييرات في طريقه اللعب وفي الافراد. طيب قبل ما ادخل في دي بس اقول لك على حته الجمهور. اتفضل. عندنا مشكله من 2011 في لعيبه مصر في الجيل الحالي. بجد يعني. من 2011 الجيل كله ما لعبش قدام 120,000 و 100,000 متفرج و 80,000 متفرج. ما تعودش على الاجواء الجماهيريه دي. دي حقيقه. حتى في منتخب مصر وفي النادي الاهلي كمان. فدي مشكله كبيره قوي. فالاعداد النفسي اللي انتوا اتكلمتوا عليها يا كابتن معمول اكيد ولازم يتعمل الفتره اللي فاتت دي كلها. ايوه. ندخل على حته مستر موسيماني وتغييره في التشكيل. هو يمكن طريقه اللعب معروفه وعلى الورق الناحيه الهجوميه وبيلعب 4-3-3، ولكن الناحيه الدفاعيه هتتحول 4-1-4-1. ايوه انا وجهه نظري 4-1-4-1. ليه؟ هيرجع حمدي فتحي قدام السرد باكين او في وسطهم، واليو ديانج وعمرو السوليه هيضموا في نص الملعب، وهينزل حسين الشحات لدفاع الناحيه الشمال، وطاهر محمد طاهر ينزل على الطرف، يبقى 4، وحمدي هيبقى اللي قدامهم،
وبيرسي تاو هو اللي هيبقى راس حرب. لكن مش المهم ده. المهم ان انت اول حاجه ازاي تحتوي فرقه الرجاء. دي مهمه. طب خليني اقول لك حاجه يا كابتن عادل. في تشكيل النادي الاهلي ممكن يبقى بيرسي تاو هو اللي على الخط وطاهر محمد طاهر هو اللي راس حربه؟ هو المفروض في الوقت الحالي في التكتيك في كره القدم لما بتلعب ثلاثة قدام بتلعب لا مركزيه. ايوه العالم كله بيلعب كده كويس، لان ما فيش الراس حربه اللي هو الثابت اللي بيشتغل على اللي هو علشان تعمل عليه محطه او تشتغل يعني على رقم 9 اللي هو 9 زي ما بيقول كابتن علي. خلاص ما فيش حاجه اسمها الا اللي هو اللا مركزيه جوه عند الثلاثه. فانت في المكان اللي انت بتبقى متواجد فيه بتعمل وظيفه المكان. يعني اي واحد من الثلاثه اللي قدام ممكن يلعب راس حربه وممكن يلعب طرف شمال وممكن يلعب طرف يمين. على اساس ان التغيير الحاجه الوحيده اللي ممنوعه في الثلاثه في المركزيه دي ان مثلا لو طاهر بيلعب ناحيه اليمين او حسين بيلعب ناحيه الشمال يبقى طاهر يجي مكان حسين وحسين يجي مكان طاهر. لا، التغيير بيبقى فيه ترحيل، بمعنى ان بيرسي تاو ممكن يبقى ناحيه الشمال ويجي حسين الشحات، وحسين الشحات ممكن يطلع ناحيه اليمين ومحمد طاهر يبقى قدام. دي اللا مركزيه. ولكن الاهم انك انت ازاي تقدر على فرقه الرجاء في اول 10 دقائق، ازاي انك انت تحسسهم ان ما ضاعش منك حته الصعود بالقاهره، عشان دي مهمه ناحيه نفسيه قوي. يمكن انت قلت سؤال يا كابتن ايمن في البدايه، قلت هو ليه الناس لما بيجي يتوقعوا ومش متفائلين، التوقع بتاعهم فيه حته الـ 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 يعني خايفين من الخساره اكتر. أيوه. انت اتكلمت قلت أيوه. كده مظبوط. ده عارف نابع من ايه يا كابتن؟ أيوه. ان انت كان عندك فرصه كبيره انك تنهي المباراه من هنا وما عملتهاش. الحاجه الثانيه انك دخل فيك هدف، ودي حاجه مهمه جدا. يعني الهدف ده انا بقول وجهه نظري، الهدف ده مصعب علينا الامر شويه. لو الهدف ما جاش او لو كسبت واحد زي ما كابتن اسامه قال او كسبت 2-0 كانت افضل من النتيجه اللي انت عملت. يعني النتيجه اللي هي تعتبر الـ اصعب مكسب. اصعب مكسب ايوه 2-1 اسوء نتيجه في كره القدم. في كره القدم بالذات. ليه هم بتوع اوروبا ده في الوقت الحالي ما عملوش الهدف بهدفين خارج الملعب؟ عشان ما يوصلوش للنقطه دي. يعني انت ممكن تكون عملت مباراه جامده قوي عندك في ملعبك وتكسب 2-1، الفرقه الثانيه ممكن تكسب 1-0 تاخد تطلعك. انت فاهم؟ فما فيهاش عداله في كره القدم في الفنيات وفي الكوره، علشان كده غيروا في الاتحاد الاوروبي. وحتى التجربه دي هتتعمم على افريقيا كلها، ويمكن احتمال بطوله ابطال افريقيا السنه الجايه تبقى بدون اهداف، لان هم بيمشوا طبعا الاتحاد الدولي وبيشوفوا النجاح بالموقف وبيعملوه. اصل قصدك مش هيبقى فيه الميزه بتاعه احتساب الهدف بهدفين عند التعادل او التساوي في الاهداف. احنا الحاجه الوحيده اللي النهارده انا من وجهه نظري نقدر نتغلب على فرقه الرجاء قلب اللعيبه. ما حسسكش ان انا متهاون ثانيه. يمكن انا كنت بتكلم مع بلال وكنا بنتكلم في الموضوع قبل ما ندخل الهوا، بنقول المباراه صعبه، لكن لو انت نزلت في البدايه وانت بتسلم عليا وانت شايفني انا عايز لعيبه النادي الاهلي كانهم بيلعبوا في خلق لوحدهم. بص انا عجبني تصريح لمحمد الشناوي في المؤتمر الصحفي، هما بيكلموه يعني عن الحشد الجماهيري المتوقع، هتعملوا ايه يا كابتن؟ قال لهم دي مش حرب. مش حرب قال دي مش حرب، وقال عادي احنا متعودين على الكلام دوت. تالت حاجه او هي دي الاهم، ان الجمهور مش هيبقى متواجد في ارض الملعب، الجمهور ده بره، انما انا 11 وهم 11 لعيب، هم 11 لعيب وانا 11 لعيب، مفيش حد من الجمهور هيبقى زياده في جوه ارض الملعب. هو المهم انك انت، انا بلعب قدامك، انت لعيب الرجاء وانا لعيب النادي الاهلي. لو في البدايه اصل انت عارف يا كابتن بيبقى في كام لقاء فردي ما بين اتنين في الجيم الواحد، بيبقى اكتر من 850 موقف للاعب الواحد، بيحصل له 850 موقف واحد ضد واحد. لو انت كسبت اول موقف وتاني موقف وتالت موقف واحد ضد واحد تقدر يخافوا منك. هي الامر اللي هم شغالين عليه بقى لهم فتره كان ايه؟ هو الحشد الجماهيري، الضغط الجماهيري، ضغط اللي جوه الملعب. لو حسوا ان لعيبه النادي الاهلي مختلفين عن الموقف ده ومش هاممهم الموقف ده، كل اللي عملوه بنوه هيبقى حاجه واحده، فنياتنا جوه الملعب. خليني اكلمك على حاجه، انا كلاعب خصم يعني بتكلم على الرجاء، بقدر احس بالانطباع دوت من بدايه المباراه؟ من اول كوره، من اول كوره كده المكسب. بص يا كابتن عادل، معانا صور لبعض الجماهير، ده الجماهير
في طريقها الى الاستاد يعني قبل الدخول. دي جماهير الرجاء بتقتحم، بصوا زي ما حضراتكم شايفين اسوار الملعب وعايزه تدخل. طبعا دول اكيد دول من غير تذاكر، دول يعني عايزين يخشوا كده يعني بالعافيه. فعشان كده يمكن زميلنا محمد توفيق قال دي الزياده بالظبط، قال الزياده في الملعب طبعا اكتر من عدد تذاكر للطبع. طبعا فزي ما حضراتكم شايفين طبعا في حشد جماهيري كبير جدا، في طبعا اعداد كبيره واضحه ان عايزين يخشوا من غير تذاكر. يمكن برضو اتوبيس النادي الاهلي هو داخل الاستاد، طبعا في جماهير، بعض الجماهير هي قدام البوابات، هنشوف رد فعلها. ولكن الاجواء صعبه، ولكن زي ما احنا قلنا يمكن بعد المباراه الاولانيه احنا كنا متوقعين حاجات زي كده كتير قوي ممكن تتغلب على دخول الاوتوبيس جوه الملعب. ايوه حاجه مهمه قوي هي يا كابتن. احيانا يمكن انا كنت من المدربين اللي بنتمل دي، بقفل الستاير على اللعيبه ما بخليهمش يشوفوا بره خالص، انا بنزلهم على اوضه اللبس. ما بيشوفوش اللي حواليهم بره، حتى لو حشدوا وعملوا اي فرقه كده، اي فرقه احترافيه عاليه، انك انت لازم تقفل الاوتوبيس يبقى مخصص ليك انك انت ما تشوفش بره احيانا وانت داخل الملعب. يعني زي ما الكابتن اسامه والكابتن علاء قالوا ان انت تعزل نفسك طبعا عن الحاجات الخارجيه بره الملعب. دي الناحيه النفسيه بقى، انك تهيئني ازاي الناحيه النفسيه، انك انت اول حاجه تعملها انك انت كل الضغوطات اللي هتيجي عليك تحولها عليهم. تحولها عليهم ازاي؟ بانك داخل الملعب عملوا حته الضغط دي ويوروك انه في جمهور قوي في البدايه، لا انا هقفل على اللعيبه مش هخليهم يشوفوها. لما انزل بقى ارضيه الملعب في التسخين قوتي هتبان قدام اللعيب، اول كره في الملعب قوتي هتبان قدام اللعيب باذن الله ان شاء الله. كابتن بلال، قمه ناريه وتحدي جديد للنادي الاهلي باذن الله يعدي بيه وان شاء الله يتاهل للدور نصف النهائي باذن الله. باذن الرحمن الرحيم. يعني كان الكباتن اتكلموا عن الجمهور والملعب والاستاد. احنا ما طولناش عليك اهو. لا يا يعني كابتن عادل خد 8 دقايق بس. كابتن اسامه 10 سبتني. شغال له حاسب له شغال له ستوب واتش. شغال الستوب واتش. دخل هو واخد مني يوم اثنين دقيقتين. يبقى ليك في الاخر دقيقتين عندك. يبقى عندي دقيقتين في الاخر ان شاء الله، بس نكسب باذن الله. ان شاء الله باذن الرحمن. لكن مش عايزين ننسى حاجه مهمه جدا يا كابتن. اتفضل يا كابتن. مش عايزين نحس ان احنا كسبانين هنا في القاهره. صح. يعني احنا النهارده عندنا، احنا رايحين نلعب هناك، احنا كسبانين. مفيش حد اتكلم في النقطه دي خالص. مين المضغوط يا كابتن؟ هم المفروض. هو المفترض. خلي بالك انت عندك فرصتين يا كابتن. لا طبعا عندنا فرصه. هم عندهم فرصه. عندنا فرصه 1-1 و0 يعني تعادل والمكسب الاثنين بالنسبه لنا. فعايز اقول او حتى كمان يعني او حتى كمان مثلا لو 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 لا قدر خسرت 3-2 اعتقد احنا برضو نصعد يعني بتهيألي. أيوة. يعني اعتقد ايوه. فانت عندك اكتر من فرصه يعني. ايوه كابتن. عايز بس اقول ان هو من بدايه المباراه هو اللي مضغوط، هو اللي عايز يجري عشان يسجل الهدف. تمام. انت بتقابله يعني طبيعي في الوضع ده انك تقابله بحالتين، انك تبقى هادي جدا في الملعب، هادي جدا جدا جدا، ما تنجرفش للضرب والخشونه وتخلي الجمهور يبتدي. وهو كمان كلاعب خد بالك ما ينفعش ان انت تجرجره تمام لحته الخشونه والقوه وان انت عايز تبقى قوي وند بند في العصبيه. لا بالزبط. هو اوريدي متعصب، فانت لازم تبقى هادي. ده وضع طبيعي، انت اللي كسبان، انت اللي عندك انت اللي عندك الافضليه. طب في الاجواء دي يا كابتن هل تقدر تتحكم في رتم المباراه؟ المفترض ان انا كلعيبه كبار ده ثالث ده رابع فاينل تقريبا للعيبه دي اللي موجوده في الملعب او لمعظمهم معظم اللعيبه. المفترض انت خلاص عندك الحته، عندك الحنكه دي خلاص. لعبت ده رابع فاينل لبعض اللعيبه تمام. فالمفترض ان في كباتن كبار في الملعب هم اللي بيوجهوا اللعيبه اثناء الجيم. هم ايه دور اللعيب الكبير من اللعيب، الفرق بين اللعيب الكبير واللعيب الصغير؟ انك المواقف اللي زي دي زي ما قال الشناوي كده بالظبط. كابتن علي اتكلم من شويه عن تصريح الشناوي، الجمهور بره الملعب. انت وانس ان انت عدت اول 10 دقائق خلاص موضوع الجمهور ده خلاص يعني انتهى. الفوبيا بتاعته او القلق او الخوف او 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 كل الحاجات دي بتنتهي وبتفضل انت موجود في الملعب وبتلعب 11-11. وفي الحاله دي بيمثل ضغوط على الفريق الخصم بقى. طول ما هو ما بيسجلش اهداف، طول ما النتيجه 0-0 هو متوتر جدا. مزبوط. هو عصبي، هو ممكن حماسه يؤدي الى اخطاء كبيره جدا جدا لازم جدا نستغلها. لان خلاص انت رايح وانت كسبان، فمش عايزين نتغاضى عن حته ان انا كسبان. انا مش رايح 0-0 بالعكس، انا رايح وانا كسبان 2-1. مكسب يعني مش حلو بالنسبه لنا، مش مطمئن لان نتيجه 1-0 تخرجك بره البطوله، ولكن برضو انت كسبان. صح. انت نازل الملعب والنتيجه 0-0، مش نازل وهو كسبان. يعني مش عايز اقول كل القلق اللي موجود عند الناس بره والجمهور ومش عارف ايه والحشد ده وضع طبيعي. ياما كتير 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 جدا جدا رحنا لعبنا جاء ورحنا لعبنا برده الوداد برده عندهم يعني الملاعب بتبقى
اقوى من كده بكتير جدا. أيوة. الجزائر الملاعب بتبقى اقوى من كده بكتير جدا. لو كنت عارف فكر لما رحنا نلعب والملعب كان كله متغرق ماء. لا الاجواء صعبه في كره القدم. اجواء الجماهير وافريقيا كمان يا بلاقي افريقيا صبر بقى صعبة كمان طبعا الاجواء بره الملعب بره النجيله بره المستطيل صعبه، لكن جوه الملعب انت بتعتمد على امكانياتك وهدوءك وتركيزك. طب هم دول الثلاث حاجات اللي بتعتمد عليهم. بمناسبه اللي هي بره الملعب كابتن، احنا برضو عايزين نتكلم ان احنا التزمنا في مباراه الذهاب بالاعداد اللي كانت متاحه لينا في الاستاد. كابتن انت اللي فرضت الاعداد. انت اللي حطيت، هو مش هو اللي حط لك الاعداد بالظبط، ولكن هو النهارده حاطط 42 وجاب 50. احنا كنادي اهلي ما عندناش ازمه في الحته دي. ان شاء الله يجيب 100,000. ايوه احنا واخدين على الكلام ده، يعني المفترض ان لعيبتنا واخده على الكلام ده. لعبت مع منتخب مصر في الاجواء زي دي قدام 100,000 متفرج، لعبت بره قدام جماهير. يعني الطبيعي جدا انك رايح انت كلاعب حاطط تمام في دماغك ان هيبقى في جمهور، وجمهور مش هيسكت من بدايه الماتش. بس انا بتكلم على عدم الالتزام بالساعه المقرره، على الشكل التنظيمي بالظبط. ده موضوع تاني بالزبط. يعني ده موضوع تاني، ده مش يعني احنا الفنيات بتاعتنا ان النهارده كلاعيبه النادي الاهلي المفترض انت رايح كسبان. يعني انت النهارده عارف ان انت من الدقيقه واحد، كل دقيقه بتعدي من ال 90 دقيقه في ضغط على الفرقه اللي قدامك. لازم تبقى هادي جدا جدا. لازم تبقى مقاتل مع الهدوء بتاعك، مقاتل على الكوره طبعا، يعني بعيدا عن العصبيه. يعني لازم نفرق ما بين انك تبقى عصبي وانك تبقى عندك حماس. حماس جيد وفي نفس الوقت يبقى عندك هدوء. لازم النهارده يبقى في ماتش كوره، فما ينفعش تروح بالماتش انه يبقى خناقه. ما ينفعش تروح للماتش انه يبقى يعني تحدي بقى على الكوره، وانا مين هياخد الكوره، مين هيضرب التاني. لا، لازم انت تبقى اهدى بكتير جدا. النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي النهارده لازم تبقى في كامل الهدوء بتاعها عشان تعرف عشان تعرف تمسك الكوره كويس، عشان تعرف تباصي. كل دقيقه بتعدي على الفرقه الثانيه زي ما اتفقنا كابتن، هو مضغوط عايز يسجل اهداف. كل دقيقه بتعدي عليه بيفتح خطوطه. هو اوريدي اصلا عنده مشاكل كبيره جدا في النواحي الفنيه. يعني عنده الخط اللي يعني خط الخلفي كله مزبوط. كله مشاكل. الباكين عندهم مشاكل، بيهاجموا كويس. يعني كويس جدا كمان بالزبط. يعني الباكين بتوعهم، لكن دفاعيا يعني عندهم مشاكل كبيره جدا في التغطيه وفي الرقابه وفي الواحد ضد واحد. عنده مشاكل كبيره جدا الاثنين السنتر باكس عندهم مشاكل في التغطيه وفي المراقبه، وعندهم مشاكل كمان في الرؤيه فعندهم مشاكل دفاعيه كبيره جدا جدا جدا. هدوءك وتنظيمك تمام والطريقه اللي هيلعب بيها مستر موسيماني ممكن تحسم الماتش. انا بس يعني عايز ايه، يعني انا شفت التشكيل طبعا وحضراتكم اتكلموا، هو ممكن يبقى التشكيل ده جيد من وجهه نظري. يعني ممكن يبقى جيد، لان طبعا يعني حمدي فتحي والسوليه وقالوا ديانج، ممكن حمدي فتحي يرجع يلعب ورا، وممكن النهارده يلعب ب 3-4-3 و5-4-1. يعني صح. هيبقى فيها بس احتماليات كتير. ماشي، بس خليني انا اكلمك. يعني انت اتكلمت على الخط الخلفي بما فيهم خط الوسط الدفاع، ولكن خط الهجوم ما كانش متوقع ان الخط الامامي يبقى فيه التشكيل ده. مش متوقع الحقيقه ان طاهر كان يبتدي. يعني انا انا توقعت ان عبد القادر برضه يبتدي، خاصه انه عمل جيم كويس الجيم اللي فات. ما تعرفش مثلا هل مستر موسيماني في دماغه ان ممكن يكون طاهر والشحات دفاعيا افضل من بدنيا يعني اصلا بدنيا يعني اللي هو عايز يدافع ويهاجم يا كابتن. هو عايز في الاول هو متوقع طبعا الضغط اللي هتحصل وخصوصا على الاطراف. هو عايز زي ما بتتكلم بلال، هو عايز اتنين بنيان قوي بدنيا بدني اقوياء جدا. عندهم حته ارتداد سريعه جدا، عندهم النهارده وجبات كتير قوي كان عادي بيتكلم عليها. وبعدين يبدا زي ما كان بلال بيتكلم يشوف بقى التغييرات بتاعته اللي في صالحه هو. ومش عايز يستنفذ احمد عبد القادر بدنيا في الاول. ايوه، لان احمد هي الحته بس دي اللي بتعيبه. يعني خد بالك، ودي برده نقطه مهمه جدا جدا. يعني انا النهارده كمدير فني هبتدي مين اللي هيبتدي المباراه في الاول؟ هو متوقع طبعا ان الراجل يبتدي يضغط عليك، عايز يخلق فرص، فبالتالي هو عايز لعيبه الكواليتي بتاعتها ينفع يدافع ويهاجم في نفس التوقيت الاثنين مع بعض. يعني ممكن عبد القادر اسالك كده بمناسبه الدفاع والهجوم، بس بص كابتن معانا من الملعب طبعا شايفين الازايز المرميه ورا المدرجات او ورا المرميين، ولاعيبه النادي الاهلي بتبعد هي عن الازايز الميه اللي هي بتتحدف من المدرجات. فيعني نتمنى ان احنا ما نشوفش الاجواء دي في ملاعبنا، ونتمنى ان الحاجات دي ما تاثرش تاثير سلبي على لعيبه النادي الاهلي باذن الله. خليني اسالك سؤال يا كابتن بلال، تدافع كويس افضل ولا تهاجم كويس افضل في المواجهات الصعبه اللي زي دي، في الماتش اللي زي ده في البدايات ادافع كويس بشغل مرتبط بشغل هجومي؟ يعني لازم ادافع كويس في بدايه الماتش
مرتبط بشغل هجومي. انا النهارده لازم يبقى في بلوكات في ملعب النهارده. حلو. لازم النهارده فرقه الرجاء عشان يعدي نص ملعب يبقى في لعيبه كتيره جدا، يبقى في ضغط كويس قوي، يبقى في تغطيه كويسه جدا، الواحد ضد واحد ما ينفعش يعدي، يبقى لازم يبقى عندك حاله دفاعيه جيده، لان انت النهارده برده بتلاعب فرقه اللعيبه اللي عندها كواليتي جيده فيهم هم اللعيبه اللي بتهاجم بس مش اللعيبه اللي بتدافع. يعني انت الباك رايت بيهاجم كويس قوي، الليفت بيهاجم كويس قوي، حميد سريع، الاثنين اللي تحتيه لعيبه كوره عندهم مهارات، فاوريدي لو اديتهم مساحه في الملعب يبتدي يشتغل واحد ضد واحد وهو يبقى عنده اصلا يعني هو عنده بالظبط هو داخل عشان يهاجم اساسا، فلو اديتهم مساحه يشتغل واشتغل من بدايه الماتش انت هتركبه عليك طول الجيم. الجمهور يفرق في المعنويات ما يفرقش في الفنيات؟ لا طبعا يفرق في المعنويات بشكل كبير جدا. انا كابتن خد بالك الروح القتاليه العاليه احيانا اللعيب بيستمدها من الجمهور. تعود الفنيات يا كابتن؟ تعود بتعود الفنيات كتير. طبعا بتعود فنيات كتير. انا ممكن يبقى انا النهارده مثلا فنيا 60 70% مع حماس والجمهور اوصل ل 80%. يعني في لعيبه من كتر ما عندها روح قتاليه عاليه احنا صنفناهم من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر، وعندنا يعني حالات كتير. كتير يعني صحيح. مش عايزين نتكلم عليها فنيا بس يعني قليلين، بس مع الروح القتاليه العاليه ومع الاصرار ومع العزيمه راحوا في حته ثانيه في كره القدم في مصر. يعني فالنهارده انت كنادي اهلي او كمستر موسيماني هيشتغل على الحته دي، ان انا عندي لعيبه عندها الحته الدفاعيه جيده وفي نفس الوقت في الكاونتر اتاك تقدر تشتغل. يعني زي طاهر بيدافع كويس، شحات برضو لحد ما بيدافع كويس، يقدروا في الهجمات المرتده السريعه يشتغلوا. بيرسي تاو لعيب سريع، الماتش اللي فات كان من افضل الماتشات اللي لعبها في الفتره اللي فاتت دي كلها، يمكن اضاع فرصتين مهمين جدا جدا للنادي الاهلي، ولكن صنع اكتر من فرصه، صنع هدف وصنع صحيح. فرصتين تانيين كانوا ممكن يتسجلوا اهداف. فراجل النهارده الفكر بتاعه لو هيلعب بالشكل ده فهو فكر يحترم الحقيقه. صحيح. طيب ثانيه كابتن علاء، نتكلم على تشكيل النادي الاهلي النهارده. تشكيل النادي الاهلي النهارده طرأ عليه طبعا بعض التغييرات عن المباراه الاولى. النهارده علي معلول بيرجع لمكانه الطبيعي كظهير ايسر، واعتقد ان ده بيدي قوه لخط الدفاع وخصوصا في الشق الهجوم. ومستر موسيماني بيلعب بثلاثه في نص الملعب، سوليه وديانج وحمدي فتحي، في واحد منهم على حساب طبعا احمد عبد القادر. عبد القادر قاعد بره احتياطي، وطاهر محمد طاهر على حساب محمد شريف. وممكن يبقوا ثلاثة وممكن يبقوا اثنين في نص الملعب. لو لعب 3 4 3 ممكن يبقوا اثنين ازاي؟ هيبقى حمدي فتحي سوليا وديانج وابقى علي معلول محمد هاني 3 4 3 ممكن. هو التشكيل اللي قدامك ده في احتمالين، يا اما يبقوا ثلاثة في نص الملعب زي الرسمة كده، او وده يمكن الاقرب بالنسبة لنا يبقى حمدي فتحي ورا 3 4 3. انت قصدك ان التشكيل ده فيه بعض المرونة التكتيكية؟ ما هو عشان كده النهارده وجود حسين وطاهر تعرف النهارده شكل اداء مختلف في ايه، والمهام اللعيبة مختلفة. هو موسيماني زي اي مدير فني بيأثر المباراة، هو النهارده فكر في تفكير وده بالنسبة لي الصح، اللي هو بداية المباراة ازاي ابدأ المباراة بتقفيل دفاع كويس بناس عندها خبرات كويسة، ناس بدنيين كويسين متعودين على المواقف دي، وعايز يمتص حماس لعيبة الرجاء. عشان كده النهاردة هو حاطط حسين وطاهر، مع ان طاهر بعيد، يعني طاهر ما كانش بيبدأ، طاهر كان بياخد فترات. يعني انت برضو وجهة نظرك ان حسين هيلعب طرف وطاهر على الطرف الثاني مش بيرسي تاو؟ مش وجهة نظري، ده اللي هيحصل. طاهر ما يلعبش راس حربه زي ما فاجئنا في ماتش الهلال السعودي في ماتش المكسيك بطل المكسيك في اول مباراه في كاس العالم. كان موجود مين؟ كان موجود طاهر محمد طاهر كراس حربه. مين اللي كان بيلعب جنبه؟ كان بيلعب وراه، كان بيلعب قفشه. كان بيرسي تاو في الملعب؟ لا. طيب عشان هو كده كان مضطر، واحنا اتكلمنا في المباراه دي كنا في الاستوديو مش عارف كان عادل وبلال تيم واسامه اتكلمنا ان هو كان مضطر يلعب بالطريقه دي وطار لعبها، واحنا فوجئنا ان طار لا قفشه ما كانش موجود الماتش الاولاني ده كان مع المنتخب. ما انا بقول لك عشان كان عنده كان ظروف يا ايمن، كان ظروف مباراه، وحتى احنا يعني اثنينا على طاهر ان هو اداها وما لعبش فيها وكده لان ده مش مكان طاهر حتى لو ادى فيه كويس. وجود بيرسي تاو حسين طاهر يبقى التشكيله اللي قدامي دي اثنين على الاطراف. وبص يا ايمن يعني مش حكايه الشكل، حكايه مهام اللعيبه. مظبوط. مهام اللعيبه يقول لك حسين وطاهر اقوى من بيرسي تاو على الاطراف في الحته الدفاعيه خصوصا بدنيا اقوى، التحاماتهم اقوى. النهارده المباراه هتلاقي فيها كميه التحامات مش طبيعيه. صحيح.
ثنائيات كتير جدا. طب خلينا بمناسبه الثنائيات يا كابتن نقول تشكيل الرجاء. اتفضل اتفضل. تشكيل الرجاء المغربي هيبقى انس الزنيتي لحراسه المرمى، عبد الله مدكور وعبد الجليل جبيره ظهير ايمن وظهير ايسر، وقلبي دفاع جمال حركاس والياس الحداد. ثلاثه في نص الملعب فابريس نجومه، محمد المكعازي وبدر بوالحروز، وثلاثي المقدمه محمد زريده، حميد احداد ومحسن متولي. مره ثانيه انس الزنيتي لحراسه المرمى، عبد الاله مدكور وعبد الجليل جبيره ظهيراي ايمن وايسر، جمال حركاس والياس الحداد قلبي دفاع، ثلاثي وسط الملعب فابريس نجومه، محمد المكعازي وبدر بوالحروز، وثلاثي المقدمه محمد زريده، حميد احداد ومحسن متولي. 4 3 3 على الورق. 4 3 3 عندنا برضه نفس الكلام في النادي الاهلي، بس اما تيجي التنفيذ ازاي او تشكيله الملعب هتبقى ازاي؟ طيب بالظبط. انا شايف على لعيبه النادي على النادي الاهلي زي ما بقول لك كده 3 4 3. بيرسيتاو هو راس الحربه الوحيد الموجود النهارده. الاثنين على الاطراف حسين وطاهر، وعشان بدايه المباراه هو مقسم المباراه. موسيماني عايز يخرج الشوط الاول يا صفر صفر يا تقدم ليه هو. عشان تعمل كده ايمن لازم تستغل الحماس الغير طبيعي اللي هيحصل النهارده من لعيبه الرجاء. حماس مش طبيعي عشان ال 45,000 اللي بيهتفوا في الملعب. يعني الحماس ده هيبقى طاغي جدا. لازم لعيبتك تبقى اولا وقفه دفاعيه صح. مجهود الدفاعي قوي جدا، عشان كده النهارده حسين طاهر مطلوب منهم النهارده مساعده معلول، مساعده محمد. طيب هاني الحماس والاندفاع الهجومي يا كابتن بتهور، هل ممكن يولد اخطاء عند لعيبه الرجاء؟ هم اوريدي عندهم اخطاء. هم اوريدي عندهم اخطاء حتى مش متهورين. بس هو الذكاء ازاي تستغل الاخطاء بالظبط. يعني بص يا ايمن، المباريات دي وانت بتدافع لازم تبقى حاجتين مهم جدا فيهم، روحك عاليه جدا، حلو، زائد تركيز كويس قوي. كويس، روحك عاليه تركيز جدا، تركيز ان ما يخشش فيه الجول، وتركيزك في دخلاتك، تركيزك في الفاولات. طبعًا. تركيزك طبعًا. في الحاجات اللي هي بتعيش الخطوره. بالظبط بالظبط. هو النهارده هيلعب على كده عليها. عشان كده حتى لو بتعمل فاول يبقى بعيد. فاول تكتيكي بعيد قوي، لكن النهارده كره مش معايا، مش في حسني، روحك عاليه جدا وطبيعي في لعيبه النادي الاهلي، بس روح بتركيز. في نقطه مهمه كابتن، اتفضل. التعامل مع الحكام النهارده، انا بقول لك بعد الضغوط اللي اتعملت على الحكام الفتره الاخيره، هقول لك حاجه، روح وتركيز مش مع اللعيبه. ايوه، روح وتركيز مع المباراه. الأجواء. المباراه كلها فيها مين؟ فيها حاجه مهمه جدا اسمها حكم المباراه. حكم المباراه ده عشان بذكائك ورب كل حد اتكلم مع اللعيبه، واتمنى اكيد سيد ممكن يتكلم او موسيماني، خد الحكم في صفك. مظبوط. بايه؟ فاولات قليله جدا، حتى لو عملت فاول تعتذر للعيب من غير حماس. يعني انا النهارده مش عايز حمدي فتحي يروح الحكم. ينسى الموضوع ده. صح. ما تديش الحكم فرصه ان هو يضرك. والجماهير بص ايمن، احنا بشر بتاثر. طب طبيعي، انت مهما كنت بتحكم في اعصابك ومهما كنت فعلا انت راجل فير جدا وكل حاجه، هتتأثر. احنا بشر، هتتاثر. صح. ولو جزء، الجزء ده من ذكاء لعيبه النادي الاهلي ما يعلوش الحته دي. ايوه. بايه؟ التحامات، حتى لو فيها فاول، حتى لو فاول عليك يعني ليك وهو ادها عليك، امتثل لقراره، ما تروحش تقرب للحكم. يعني يا ريت، يعني نفسي اقول لحمدي ما تروحش للحكم النهارده. اكتر واحد بيروح للحكام حمدي، انا عارف ان هو حماسي وراجل جميل وحتى حتى طريقه لعبه وكل حاجه، بس بلاش حكم النهارده. ما توترش الاجواء اكتر ما هي متوتره، خليك ذكي. ايوه، خلي التوتر ده يروح لعيبه الرجاء. لعيبه الرجاء هي اللي بتدور على هدف، زي ما كان بيتكلم بلال وعادل، هم اللي بيدوروا على هدف، وهم بيدوروا على هدف مبكر، اللي هم عارفين مين المنافس. هم بص ايمن، طبعا اتكلم على فريق رجاء، واتكلم على الجماهير، واتكلم على الحماس، بس هو من قناعه من جواه كده وقناعته، ده انا بلاعب سيد اسياد افريقيا. صحيح. اللي ما بتاثرش ولا جماهير ولا بحكام ولا لعيبه، فهو الان ممكن من هجمه الاهلي يجيب جون، جيب طبعًا. الدنيا عنده اتلخبطت تماما. في حاجه كمان يا كابتن علاء، زي ما قال كابتن احمد بلال، انت كسبان الماتش الاولاني. ما انا بقول لك هو يعني اول ما حكم بيصفر هو بيعمل كل مجهود عشان يجيب هدف. وفي قمه ده هو الان يجي فيه هدف، لانه عارف لعيبه النادي الاهلي لعيبه ممكن اي خطا هيحاسبك حساب جامد. صحيح. عشان كده انا من وجهه نظري حسبه لعيبه النادي الاهلي اسال من الرجاء بكتير. اللعيبه لما تيجي تحسبها
اللعيب الاهلي يعني مثلا عادل لعيب الاهلي وبلال لعيب الرجاء حسبه عادل اسهل من حسبه بلال بكتير لان بلال عنده مشكله من قبل ما يلعب يعني ده اللي هو اللي عليه الضغوط وبيدور على هدف وفي نفس الوقت انا مش عايز يجي فيها جول. طب الجماهير دي تعمل ضغط على لعيبه الرجاء ولا على بلال؟ الاثنين مع مرور الوقت وما فيش انت متحكم في ادائك كويس وفي اعصابك كويس مع مرور الوقت هو عليه هو انت بص يا ايمن انا دايما بقول الكلمه دي من زمان بحط رجلي في مباراه حكم بيصفر 11 ضد 11 انسى الموضوع انتهى. كان زمان الله يرحمه كابتن جوهري كان عادي كان بيتكلم كان بيقول لنا بالبلدي كده انزل الملعب حط قطن في ودنك بالظبط اللي هو انا ولا معاكو انا في حاجه واحده بس انا مركز في 90 دقيقه كلام المدير الفني بتاعي عندي هدف معين ان شاء الله ارجع بمكسب المباراه النهارده باذن الله يا رب. تعادل بقى اكسب اللي يحصل يحصل انا عندي هدف وعندي طريقه لعب وعندي حاجه بسعى لها بسعى للثالثه ان شاء الله يا رب ان شاء الله بس شاء الله. زي ما بقول لك بهدوء وتركيز اللي هو المعتاد لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله رب العالمين. طيب نروح مره ثانيه على تليفون مع زميلنا محمد توفيق تعرف منه على اخر الاجواء. يا محمد ايه الاخبار عندك؟ ازيك يا كابتن ايمن؟ تحياتي ليك مره ثانيه وضيف احترام لكل مثال متابع قناه الفجر في كل مكان. اللحظات اللي حضرتك بتتكلمني فيها وقبل بدايه المباراه تقريبا ب 40 دقيقه يمكن لعيبه النادي الاهلي نزلوا الملعب اذاعه نادي الاهلي يمكن تابعهم لاعبي فريق الرجاء يمكن طبعا بمجرد وجود لعيبه الرجاء في ارضيه الملعب انفجر الملعب طبعا بالتشجيع بمجرد خروج لعيبه النادي الاهلي على جانب الملعب الايسر او على يسار المعصوره تم القاء بنفس الجماهير اللي حدثت في اثاري برضه اول ما فريق النادي الاهلي وصل الملعب تم القاء زجاجات المياه على لعيبه النادي الاهلي اثناء نزولهم اذاعه نادي الاهلي. يمكن قوات الامن على الفور اتحركت وعملت حاجز او كردون امن زي ما بنقول امام هذا المدرج عشان اداره يوصلوا او زجاجات المياه المقاء توصل لعيبه النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي ممكن حاليا عمليات الاحماء على الجانب دايما المقصوره ونادي الرجاء بيجي عمليات الاحماء على يسار المقصوره. الاجواء زي ما حضرتك اكيد سامع الصوت يعني من اجواء حماسيه نتمنى ان تبقى حماسيه ولكن بدون اي تجاوزات نشجعها في الريتم وبس وان شاء الله المباراه تخرج الى بر الامان وان شاء الله النادي الاهلي ياخد بها فائزا مفتخر ان شاء الله وصعد الدور المقبل الدور في نهائي كاس العالم باذن الله رب العالمين. يا محمد وبنشكرك شكرا جزيلا. الاجواء متوقعه يمكن اللي احنا اتكلمنا فيه ان الاجواء دي ما كانش موجوده في مباراه الذهاب يعني في حاجات خارجه عن النص يعني حصلت النهارده ولكن يمكن كان كل الترحيب من الجماهير المصريه وجمهور النادي الاهلي في مباراه الذهاب بلعيبه المغرب وال300 فرد اللي كانوا متواجدين من جمهور المغربي. ف يعني اللي عايز اقوله ان بعض الاحداث الخارجه متوقعه ولكن نتمنى انها ما تاثرش على لعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني تاثير سلبي. كل الحاجات دي او كل الاشياء الخارجه عن النص اكيد في مراقب مباراه، اكيد في مسؤول في الاتحاد الافريقي او مسؤول عن المباراه بيأيد كل التجاوزات دي، لكن نتمنى ان الحاجات دي ما تاثرش على معنويات لعيبه النادي الاهلي، بالعكس دي تديني حافز اكتر. ويمكن الكلام ده احنا كلنا مرينا بيه. كلنا مرينا بيه زي ما قالوا الكباتن مش في دول شمال افريقيا بس ولكن حتى في الدول الافريقيه. وكنا بنعرف ازاي نتعامل ولعيبه النادي الاهلي عندها من الخبرات انها تعرف تتعامل مع الاجواء دي كويس. اتمنى ان البدايه هي دايما في الماتشات دي البدايه مهمه جدا. البدايات مهمه جدا للتعامل مع الاجواء دي. يا هتهدى ويبقى عندك ثبات انفعالي كويس قوي وتعرف تتعامل مع الامور دي يا اما زي ما قالوا الكباتن هتدخل في الجو دوت وتبقى عصبي وتبقى مشحون لا ده هيبقى فيه تاثير سلبي على لعيبه النادي الاهلي. كابتن اسامه يا كابتن مش هكمل؟ ها؟ لا كفايه كده انا خدت دقيقه ونص خلاص لا كده كفايه باي باي كمان. طيب كابتن اسامه كلمنا يمكن على تشكيل الاهلي ورجاء خلينا نتكلم على تشكيل النادي الاهلي ورايك فيه وعوده علي معلول النهارده. علي معلول طبعا معروف انه قوه هجوميه كبيره في خط ظهر النادي الاهلي. حلو قوي قوه هجوميه نمره واحد. ايوه مظبوط صح. يعني لما نتكلم عن نواحي الدفاعيه ممكن أيوة. ايمن اشرف يبقى في نفس قوه علي معلول يمكن افضل كمان لانه اساسا مساك يعني. لكن احنا تملي بنعول على علي معلول في النواحي الهجوميه. الـ نقدر نقول عليه انه القوه الرئيسيه الاولى في النواحي الهجوميه للنادي الاهلي.
سواء بالكرات العرضية، سواء بتسديد على المرمى، سواء بالفاولات اللي على ال 18 اللي بيلعبها بيعملها بإتقان. فعنده مميزات هجومية كبيرة، بيعرف يحط نفسه في مواقف هجومية انك كويس. بيجبر اللعيب ان يلعبها له سواء اللي معاه او حتى اللعيبة اللي في الاتجاه الثاني، بيطلع في التوقيت المناسب. مظبوط. والتوقيت ده مهم جدا في كرة القدم. صح. يعني في لعيب بيبقاش عنده تقدير امتى يطلع امتى يقف. علي معلول المميز قوي في دي. طيب لكن هو عنده بقى. هو عنده مشكله شويه في الشق الدفاعي، ولكن وخاصه في المرحله في الفترات الاخيره فيه. يعني الفترات الاخيره من كتر الماتشات اللي لعبها تحس فيه تعب شويه، حتى الماتش اللي فات هو ريح يعني. فدي مسؤوليه الثلاثه بتوع نص الملعب. انت عندك حمدي فتحي، عندك عمرو السوليه، عندك اليو ديانج. ممكن جدا زي ما الكباتن قالوا، ممكن حمدي فتحي يبقى بين عبد المنعم وياسر على اساس نلعب 3 4 3، وممكن كتير برده بنلعب مستر موسيماني بيلعب 4 3 3 طبيعيه، ان حمدي فتحي بيبقى قدام المدافعين. من وجهه نظرك دي الطريقه الافضل النهارده؟ انا شايف كده. في عدم وجود قفشه؟ في عدم وجود قفشه. لان انت دايما بتحب يعني ان قفشه لو في 3 يبقى يكون قفشه واحد منهم. انا بفضل ان قفشه موجود. بس خلينا نقول النهارده ممكن يستخدم في الشوط الثاني يعني قفشه. ممكن يستخدم. بس انا طبعا شايف ان شريف ما كانش يقعد، دي وجهه نظري الشخصيه. يعني كان ممكن يبقى بيرسي التاوي، حسين الشحات، وشريف قدام. لان شريف بيعرف كل ما المساحات بتكتر بيوصل للجون سهل وبيستغلها سهل. وده متوقع النهارده يعني. فرقه الرجاء احنا شفناها اساسا هنا عندهم مشاكل في الخط الخلفي. صح. وكمان دلوقتي هم عايزين يعوضوا وعايزين يحطوا، فهيبقى في اندفاع في الهجوم وهتلاقي فيه مساحات في الخط الخلفي كبيره. فكان شريف ممكن يلعب زمن طويل يعني. طبعا ربنا يوفق الناس اللي موجوده، لكن شريف يبقى ليه دور في المرحله الثانيه. فعلي معلول طبعا رجوعه مهم جدا، ولكن زي ما انت قلت مهم جدا ان بالذات السوليه هو اللي غالبا بيبقى ناحيته، لان ديانج بيبقى الناحيه الثانيه وحمدي فتحي بينهم، انه صحيح. يقفل الجزء ده فدي صحيح. دي مهمه يعني. طيب نروح لفاصل وبعدين نرجع بعد الفاصل على تقرير مستر موسيماني وارقامه ونجاحاته في الادوار الاقصائيه، وبعدين نرجع لحضراتكم مره اخرى نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. ارجوكم انتظرونا. بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه، يمكن التقرير كان بيتكلم عن ارقام مستر موسيماني في المواجهات الاقصائيه، نجح فيها كلها وعبر بالفريق لبار الامان والادوار اللي بعد كده، وقدر ان هو يجيب بطولتين افريقيين طبعا بمساعده اللعيبه والتوفيق الاول من عند ربنا. فهو ارقامه حتى الان ممتازه، ما فيش شك طبعا. طب في البطولات الافريقيه بالذات والادوار الاقصائيه يعتبر بطولتين افريقيتين ورا بعض طبعا ده انجاز، ما فيش شك يعني. طيب خلينا نكمل معاك تشكيل النادي الاهلي ورايك فيه. زي ما قلت التشكيل معظمه منطقي، بس انا بس اللي هو النقطه اللي انا اتكلمت فيها اللي هي شريف. انا شايف انه ماتش النهارده ماتشات شريف. شريف معروف انه سريع جدا، معروف انه بيحب يلعب في المساحات الفاضيه. فاوريدي النهارده فرقه الرجاء لانه عايز يعوض التهديف هيندفعوا، فهتلاقي في مساحات، خاصه ان خط ظهرهم احنا شفناه هنا ما كانوش كان عندهم مشاكل كتير. مزبوط. يعني انا اعتقد في فرص هتيجي كتير نستغلها. ف خلينا في التشكيل اللي هو موجود قدامنا على الطبيعه. لكن خلاص طبعا هو مستر موسيماني قرر كده وشايل قفشه وعبد القادر وشريف للمراحل بعد كده حسب سير المباراه يعني. تشكيل منطقي. حمدي فتحي هيبقى ليه دور دفاعي أكتر قدام ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، أو إذا قلنا إذا لعب بينهم، إذا لعب في شكل 3 4 3، ولكن أنا متوقع إنه هيلعب قدام وهيبقى شماله عمرو السولية ويمينه ديانج. من الحاجات المهمة كمان إنه السولية وديانج لازم طالما حمدي موجود لازم يكملوا في الهجمة، ما يخافوش يعني، لازم يبقى في تسديد الكور التانية اللي هي تقع على 18، الاتنين بيشوطوا كويس، فلازم يبقى في تكمله كويسه، لانه حمدي مامن النواحي الدفاعيه مع ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم. لازم برضو معلول اوريدي بطبيعته بيحب يطلع يهاجم كتير، فزي ما اتكلمنا ان ياسر ابراهيم لازم يبقى واخد باله، عمرو السوليه يبقى واخد باله، كل الناس اللي في الجنب بتاعه يبقوا قافلين عشان هم عندهم في الحته دي محسن متولي يمكن احسن لعيب فيهم وتقيل، وعبد الاله مدكور الباك رايت بيطلع كتير، فبرضه لازم يبقوا واخدين بالهم من المنطقه دي. هاني يعني برضه بطبيعته عنده توازن في النواحي الدفاعيه والهجوميه.
بس هي النقطه المهمه اللي كنا بنتكلم فيها اللي هم الثلاثي الامامي اللي هو طاهر وبيرسي تاو وحسين الشحات، لابد ان يبقى في عندهم عدم مركزيه شويه زي ما كابتن قالوا. هو بيرسي تاو هو اللي بقى هيبقى واخد شكل راس الحربه اكتر وهيبقى طاهر يمينه والشحات شماله، او اذا احيانا هيبدله عشان عندهم النواحي الدفاعيه يسندوا مع هاني ومع علي معلول. يعني انت مع كابتن بلال والكابتن علاء ميهوب في ان في الحاله الدفاعيه ممكن تلعب 4-1-4-1 تقريبا. ما انت حمدي فتحي هيبقى قدام برجوع حمدي فتحي قدام بالظبط، وديانج والسوليه هيخشوا لجوه والشحات بيرجع في جنبه وطاهر بيرجع في جنب بالظبط، وبيرسي تاو بيبقى قدام. احيانا هيبقى فيها تبادل، يعني ممكن تلاقي في وقت زي ما انت كنت بتتكلم هل طاهر ممكن يلعب راس حربه، في وقت ممكن يحصل كده ان بيرسي تاو هو اللي يروح ناحيه الجنب اليمين وتلاقي طاهر هو واخد مركز راس الحربه، ولكن البدايه بيرسي تاو هو راس الحربه. انا اعتقد كده اعتقد كده، بس ممكن زي ما انت بتقول لان شفناها احيانا بيبدا بيرسي تاو ناحيه الجنب اليمين، واحيانا شفنا طاهر في ماتش الهلال السعودي لعب كراس حرب، بس المتوقع اكتر ان بيرسي تاو هو راس الحربه. كان في ماتش بطل المكسيك اللي هو اول ماتش بطل المكسيك بالظبط. المتوقع اكتر من التشكيلات اللي بيعملها مستر موسيماني ان بيرسي تاو هو اللي بقى راس حربه وطاهر هو اللي ناحيه الجناح اليمين، لكن هيحصل فيها تبادل طبيعي يعني. فعشان كده بيرسي تاو ما بيلعبش كراس حربه تقليدي كتير قوي، بيطلع بره ال 18. فمهم قوي من حسين الشحات وطاهر انه يخشوا في المناطق اللي هي بيرسي تاو بيسيبها. يعني ممكن هم يبقى عندهم فرص للتهديف يمكن اكتر كمان من بيرسي تاو، فدي مهمه عدم المركزيه بالنسبه للثلاثي الامامي. صحيح. طيب كابتن عادل رؤيتك الفنيه لتشكيل النادي الاهلي. والله شوف يا كابتن، يعني كتير لما بفكر في حته التشكيل بقول ان المدرب ادرى واحد بظروف لعيبته. ممكن انت تكون حاطط في دماغك لاعب ممكن يكون في الوقت ده تعبان، ممكن في الوقت ده عنده شده، ممكن في الوقت ده نفسيا مش مظبوط. عشان كده انا بحب ان المدرب هو لما بيحط التشكيل هو الادرى بيه. ولكن لو انت بتتكلم على انه المباراه اللي زي دي ازاي تلعب قدام فرقه زي دي، من وجهه نظري انا من وجهه نظري اول حاجه لازم تعملها لازم تلعب في الجزء الثاني لفرقه الخصم مده طويله قوي عشان توقف ناحيه دفاعيه كويس. بمعنى بس كده هتفتح خطوطك. لا مش فاهمني. انا بتكلم على انك انت تلعب الكوره في الناحيه الهجوميه اكتر من نص دقيقه في اللعبه الواحده. ليه؟ علشان يبقى عندك الواجب الوقفه الدفاعيه بتاعتك مظبوطه. ليه؟ علشان المباريات اللي زي دي صعوبتها لما الكره بتروح وتيجي بتروح وتيجي، يعني كتر الضغط بيورد اخطاء. مزبوط. لكن انت لما تكون واخد الكوره في النص الثاني اللي بيحصل لعيبتك بتقف الوقفه الدفاعيه بتاخد نفسك كويس، ودي من طرق اللعب اللي انت بتلعب بيها بره. دي واحد. اتنين، ما تخليش الفرقه زي فرقه الرجاء اللي بتعتمد على اهم نقطه. يمكن انتوا اتكلمتوا على حته عاوز اقولها لكم، يعني جمهور الرجاء وفرقه الرجاء عندها السمه دي والصفه دي. يمكن الرجاء عمل رجوع في مباراه اللي كان خسران 4-0 في 10 دقائق، رجع 4 اهداف لو فاكرين. ايوه الرجاء والوداد. الرجاء مع الوداد. الوداد دي في فرق حماسيه صح، هي دي من الجمهور، وفي فرق عندها جمهور حماسي ولكن هي بطبعها الهدوء. أيوة. لكن الرجاء سلاحه نمره واحد الجمهور، لانه ما عندوش المميز. أيوة. دايما الرجاء سيستم لعب قوي. أيوة. اندفاع بدني قوي. يقعدوا يموتوا في نفسهم في الكوره، في كل حاجه، في الكوره، الكور الثابته، الكور المتحركه. عندهم مشكله، عندهم حاجه قويه يا كابتن، عندهم حاجه قويه قوي. ايوه بجد. الكور الثابته طبعا صح، بالذات في ملعبهم مميزين على ملعبهم صح، في ملعبهم بره لا مش مميزين فيها، لكن في ملعبهم بيعملوها بضغط قوي مع الجمهور، مع الصوت بتاع الجمهور. أيوة. بيعملوا طريقه معينه تحس ان هم متفقين عليها. اكيد مستر موسيماني اتكلم مع لعيبه النادي الاهلي ان هو يتجنبوا حته الكرات الثابته الركنيات في بدايه المباراه بالذات. اكيد مستر موسيماني اتكلم مع اللعيبه بتاعته على كده. ما هالكلمه في سر للعب خارج ملعبه. ايوه اهم سر انك ما تخليش الفرقه تضغطك كتير وتهاجمك كتير. علشان ما تهاجمكش كتير يبقى انت لازم تعمل اهم نقطه الحفاظ على الكوره. ما تخليش الكوره تبقى هجمه ليك تتقطع بسرعه ترجع هجمه عليك. صح. تقعد تدافع تدافع تديها لهم تاني ويجوا عليك هجمه كده هتتعب. علشان كده الوقفه قدام بالكوره والتحرك من غير كوره والباص السهل
ممكن يتسلل ليهم الايه انت عارف الزهق. ايوه الضغط ما الضغط بتاعه لما بتبقى هو في حاله هجوم حاله هجوم الناحيه النفسيه عنده بتعلى. انت بتلاعب الفرقه نفسيا فلما يعلى عليك طول الوقت يعمل عليك ضغطه ممكن يعمل نتيجه معاك. صحيح. لكن انت طول الوقت عمال تكسر له في الريتم اللعب وتكسر له في الكوره. هم بيعملوها بيعملوها بس مزبوط. بالايه بالوقوع مزبوط. هم بيعملوها بحاجه غير شرعيه. صحيح. اللي هو كل ما يلاقي رتمك يعلى واحد فيهم أيوة. يقع علشان يكسر رتمك. انت بقى لازم تكسر رتمك. مفيش مانع انك تعمل حاجه زي دي. عملوها لو كتير. النتيجه في صالحك. ما عملوها كتير مفيش مانع ان هم يعملوا كده. الحاجه الثانيه بقى المهمه انك انت طول الوقت طول الوقت ما تخليش الكوره وراك. ايوه لازم تبقى انت قدامها علشان تبقى كتله واحده عشان تطلع بيها وتشتغل بيها. وفي الاخر اقدر اقول لك ان النادي الاهلي قادر على كده ان شاء الله. لكن السر في البدايه القوه بتاعتك. صحيح. طيب كابتن بلال خليني اكلمك على البدايات كويس اكلمك على السيناريوهات. عندنا ثلاث سيناريوهات. يا اما تفضل النتيجه على ما هي عليه يا اما النادي الاهلي يخطف جول يا اما لا قدر الله النادي الاهلي يستقبل جول. عايز اعرف منك مستر موسيماني ازاي هيقدر يتعامل مع الثلاث سيناريوهات. بص يا كابتن اولا مستر موسيماني زي ما احنا اتفقنا هو داخل الماتش وهو 1-0 ماشي. هو كسبان او عنده هدف يعني كويس. تمام او عنده 3 نقاط او كسبان 2-1 فهو كسبان. الشوط الاول بالنسبه له انتهى هو متفوق كويس. فبالتالي السيناريو الثاني بتاع الشوط الثاني عشان كده دايما احنا بنقول ايه ان التغييرات دي تغييرات شوط ثاني يعني بتاعت شوط ثاني يعني انا النهارده اشتغلت ايه اشتغلت الشوط الاول كسبت 2-1 الشوط الثاني عايز ابتدي احافظ بس وانا بحافظ عندي استراتيجيه ان انا اشتغل هجمات مرتده سريعه عشان عندهم مشاكل في طرفين الملعب. تمام بس الناس اللي هتشتغل لي في طرفين الملعب سواء اذا كان الشحات او طاهر محمد طاهر ناس عندها سرعه وعندها قوه وفي نفس الوقت عندها فتنس يعني لياقه بدنيه مزبوط. تقدر تأدي دور الدفاع كمان. ده اللي هو بيشتغل او هو ده اللي اشتغل عليه الشوط الثاني بتاع الرجاء هناك عشان كده هو ده التشكيل او من وجهه نظر تشكيل مناسب الحقيقه. يمكن يعني باستثناء يمكن اتفق مع الكباتن انه ممكن يكون شريف النهارده مكان بيرست يعني ممكن دي التعديله الوحيده اللي ممكن تبقى موجوده بالرغم ان الفروقات برده مش كبيره قوي ما بين محمد شريف وما بين بيرستاو يعني برده الاثنين عندهم نفس السرعه. بيرستاو لعيب عنده سرعه وعنده مهاره بيقدر يوصل جول بسرعه وده اللعيب اللي دايما التارجت بتاعه هو الهدف المرمى. يعني بيرستاو التارجت بتاعه برده الهدف مش من اللعيبه اللي بتحب تتطرف عشان تعمل كروس او تعمل ثرو لا هو عايز دايما بيشتغل على حته الجول انا اروح للجول ازاي اضاع الماتش اللي فات لكنه وصل مره واثنين وثلاثه واربعه وقدر يعمل هدف وصنع واحده ثانيه بالعرض كانت ممكن تتسجل هدف ثاني. يعني السيناريو الاول من وجهه نظرك المحافظه على النتيجه وعدم دخول هدف في مرمى ده هو ده الطبيعي. بص ده سيناريو اي مدير فني راح يلعب بره ملعبه وهو كسبان كويس. انا حافظ على ان انا ما يجيش فيها جول احافظ مش بس عشان ما يجيش فيها جول احافظ كمان على ان انا ما اخترقش دفاعيا يبقى عندي كتله دفاعيه قويه جدا كويس. عندي لعيبه بتدافع عندي توازن دفاعي مش توازن كمان انا عندي لعيبه فيها زياده عندي زياده عدديه دايما في نص ملعبي عشان كده في دور مهم جدا 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 النهارده لطاهر ودور مهم جدا جدا لحسين الشحات ادوارها هتبقى مهمه جدا لان لازم يبقى في دايما مسانده من ناحيه مسانده لعلي معلول. علي معلول برده راجع من الاصابه تمام فطاهر محمد طاهر وجوده والحته الدفاعيه والحته الهجوميه دي ممكن النهارده ما نشوفش معلول كتير في الحته اللي قدام ممكن ما نشوفوش كتير النهارده في الحته اللي قدام لكن هيبقى عنده واجبات دفاعيه قويه جدا جدا النهارده خاصه ان هم بنسبه 70 او 80% بيعتمدوا على ناحيه اليمين أيوة. في الهجمات بتاعتهم أيوة. الولد الباك رايت سريع جدا بيعمل كروسات كويسه بيلعبوا عليه دايما صحيح. من نص ملعب يبتدي يعمل اختراقات وده بيقابلها ان هم عندهم مشاكل في الحته اليمين في الناحيه الدفاعيه فممكن يشتغل عليها الحته دي طاهر محمد طاهر في الحاجات المرتده فممكن النهارده مستر موسيماني يكون الفكر اللي بيفكر فيه ان انا هدافع كويس قوي هبتدي بدافع من نص ملعبي مع ان الحته دي انا يعني في بدايه الماتشات انا برفضها بس هو ده السيستم اللي اشتغل عليه انا دايما بحب في بدايه كل ماتش انك تبتدي تفاجئ الخصم طبعا زي ما بيحصل عندنا في القاهره يعني اللي حصل عندنا ايه الرجاء في اول خمس دقائق ابتدى 1-2 يضغط عليك عليك من البدايه عشان يقول لك ان انا جاي اهاجم سان داونز نفس الموضوع كل الفرق اللي بتلعبك هنا عارف اللي هي جس النبض يعني او التهديد انا جاي بهددك انا مش جاي ادافع النهارده مش جاي مستنيك تسجل فيه هدف عشان ابقى رد فعل بعد كده لا انا جاي النهارده اهاجم جاي بلعب منظم انا مش قلقان انا مش خايف منك لا بالعكس انا النادي الاهلي انا اللي كسبان
انا صاحب البطوله الموسم الماضي والموسم ما قبل الماضي، الطبيعي ان الرجاء يبقى هو اللي قلقان، الطبيعي ان الرجاء هو اللي يبقى خايف. احنا لو جينا نقارن اللعيبه ببعضها هتلاقي مستويات مختلفه تماما. الاهلي مستويات افضل بكتير جدا يا كابتن ايمن. ما ينفعش يبقى احنا كل التحديات اللي عندنا هي خوف وقلق ان الرجاء يسجل هدف. لا، الطبيعي جدا ان انا نازل عندي اتزان دفاعي كويس قوي، ولكن برضو بلعب بشتغل بطريقه اللي انا المعتاد عليها. صحيح. بشتغل بطريقه الكبار الفرق الكبيره كويس. طب لا قدر الله لا قدر الله لو دخل فيك جول بدري، تعامل مستر موسيماني مع المباراه هيتغير؟ بص هو هيقلب خد بالك، هي الطريقه 3 4 3 4 5 1 هي دي الطريقه اللي احنا هنلعب بيها المفترض، هي الاقرب انك تلعب بيها النهارده عشان يبقى عندك زياده عاديه في الناحيه الهجوميه وبرده زياده عاديه في الناحيه الدفاعيه. لو النهارده لا قدر الله جه هدف في مستر يعني في النادي الاهلي، مستر موسيماني بطبيعه الحال هيقلب الطريقه، هيقلبها، هيشتغل ب 3 4 3 ويعتمد على علي معلول تمام ومحمد هاني كجناحين يشتغلوا في الحته الاماميه ويديهم ادوار هجوميه زياده تمام، ومع دور هجومي زياده لعمرو السولية عشان يبقى هو اللعيب رقم 10 البلاي ميكر بتاعك عشان يبقى ليك يعني تواجد في الناحيه الهجوميه. ده الشكل اللي ممكن يشتغل بيه بالاضافه للتغييرات اللي ممكن يعملها. مش عايزين ننسى النهارده النادي الاهلي عنده دكه بدلاء قويه جدا جدا جدا، عنده محمد شريف، عنده عبد القادر، عنده مجدي قفشه، ثلاثه ممكن يغيروا اداء مش بس نتيجه، اداء ونتيجه. صحيح. يغيروا الاداء ويغيروا النتيجه. صحيح. فالنهارده الاهلي تشكيلا جيد وتغييرات كمان من الخارج اعتقد ان هي برده جيد. صحيح. طيب كابتن علاء، النادي الرجاء على الورق بيلعب 4-3-3، وكان على الورق برضه في الماتش الاولاني بيلعب الاسلوب دوت، لكن اللي احنا شفناه في الملعب كان بيلعب تقريبا 4-1-4-1 او 4-5-1. في المباراه النهارده هيستغل طبعا الحماس الجماهيري من البدايه، واعتقد ان هو ممكن يلعب 4-2-4 وممكن يلعب 4-3-3 زي ما احنا شايفين على الورق. ممكن تبقى زي الورق كده ايمن 4-3-3، لكن مش هيلعبك زي هنا طبعا. هو هيستغل طبعا الجماهير، هيضغط عليك من الاول، لو انت الكره هي الكرة معاك انت هيضغط عليك من الاول طبعا. اللي انا بتمناه لو الكرة معاهم اضغط انا عليهم من البدايه، من البدايه حتى لو يعني 10 دقايق. المجازفه في البدايه مطلوب، هي مش مجازفه، المباريات دي حمى البدايه بتفرق معاك طول المباراه. على فكره لو تفتكر يا كابتن علاء كلامك صحيح طبعا، لان الكلام ده حصل مع الوداد المغربي لو تفتكر اول دقيقتين، فاكر في اول دقيقتين. عامه ما بتكلمش على الوداد، كان بتكلم على نوعيه المباريات دي. هاي. البدايه بتديك المباراه كلها. ايوه. بمعنى بدايتك النهارده الناس كلها متوقعه جماهيرك بمدرب الرجاء ان الاهلي هيستناك نص الملعب وهيسيب بيرسي داول لوحده. ايوه. انا من وجهه نظري على الاقل اعملها 10 دقايق وربع ساعه. تضغط على فريق الرجاء. اضغط على فريق الرجاء. اديله بس وصل الرساله. انا جاي عشان انا مش عشان غلب 2-1 زي بلاد بيتكلم وانا لا لا، انا جاي عشان يكسبك يا اما باسوأ نتيجه اطلع متعادل النهارده ان شاء الله يعني وافوز بمباراه. لو انت ضغطت على فريق الرجاء يا ايمن بضغط الجماهيري ده بالفروقات الكبيره جدا مع احترام الكامل لفريق الرجاء فرديا وجماعيا بيك، انت هتاخد المباراه دي من اولها. أيوة. تضغط عليهم. الرجاء النهارده متخيل ان هو هياخد البدايه ويعمل فاول وكورنر. أيوة. وجماهير هو عاش على دي. صح. بص فريق الرجاء النهارده 60% جماهير. صح. و40 اداء. هو حتى الثلاث ماتشات الاخرين اللي هيكسبهم على ملعبهم كسبهم كده بالحماس الجماهيري 1-0 1-0 والله ما شفتها انا، بس بقول لك يعني الرجاء هو ده. أي. 60% يمكن 65% جماهير وحماس والباقي في الملعب. انت لا مزبوط. انت ادائك في الملعب هيدي رساله ان الموضوع ان شاء الله رب العالمين النهارده مباراتي، بس مباراتي بالاول انطباع في المباراه. دايما بقول لك اول انطباع في المباراه بيديك ان شاء الله البدايه كويسه. فاتمنى النهارده الكوره مش معايا اضغط عليهم 10 دقايق. انا بس النهارده ايمن ان شاء الله بسرعه كده عايز اول ربع ساعه تعدي من غير حاجه ليهم، لكن لينا يا ريت نجيب جول تبقى كويسه ان شاء الله باذن الله. طيب نروح لزميلنا بقى محمد توفيق من ارض الملعب، نتعرف منه على الاجواء الاخيره قبل انطلاق المباراه بدقائق قليله. يا محمد ايه الاخبار عندك؟ من جديد برحب بالكابتن ايمن وضيوف الكرام وكل مشاهدي قناه الاهلي في مكان. يمكن تاكيدا لكلام كابتن علاء ميهوب في البدايه، يمكن المدير الفني سواء في المؤتمر الصحفي هنا في القاهره او حتى المؤتمر الصحفي اللي كان قبل المباراه امس اتكلم نفس الكلام اللي كان بيقوله كابتن علاء ان هو بيعول على الجمهور، ما اتكلمش فنيات قد ما اتكلم ان الجمهور الرجاء هيبقى حاضر ويبقى فارق معاهم. يمكن انا شايف انت جودات من بدري جدا يا كابتن ايمن بدايه من اقتحام الاسوار والناس كثيره جوه الاستاد داخله تقول ما تذاكر، حتى في مشهد واحنا اتوبيس النادي الاهلي بيدخل الملعب
كان في جمهور كتير جدا، الامن ما قدرش يقطع عليه واقتحم الملعب خلف اوتوبيس النادي الاهلي ودخل. يمكن لعيبه النادي الاهلي حالا دخلوا اوضه اللبس بيستعدوا للنزول لارض الملعب. عايز اقول لحضرتك يا كابتن ايمن ان هم اضطروا ان هم يمشوا من منتصف الملعب خوفا طبعا من القاء الزجاجات مره اخرى. يمكن على عدد زي ما بقول لحضرتك مش اقل من 10,000 متفرج زياده على الساعه الرسميه للبوليسان. يمكن يعطلوا اسوار العليا يا كابتن ايمن اللي فوق المدرجات في الممرات مليانه جماهير، اعتقد لا يقل عن 10,000 متفرج موجودين زياده عن الساعه الامنيه. يمكن النادي الاهلي طبعا هنا في الكواليس ابدى احتجاجه، وكان في كلام مع المنسق الامني للمباراه اللي بالمناسبه دي معلومه اقولها لكم وانتم حللوها طبعا. المنسق الامني للمباراه سنغالي، يعني عايز اقول لك حدث ولا حرج عن استخدام الليزر في الملعب. الحكم نفسه ما جيت له وهو داخل اوضه الملابس حالا دلوقتي، يمكن تم استعمال الليزر والجمهور كان ضارب الليزر في وشه. فانا عايز اقول لحضرتك ان الحكم سنغالي النهارده والمراقب الامني او المنسق الامني للمباراه كمان سنغالي، فمش عارف هيتكلم عن المنظر اللي احنا شايفينه والليزر اللي منتشر في الملعب بشكل كبير جدا ازاي. يمكن اجواء حماسيه زي ما قلنا، ان شاء الله زي ما حضراتكم قلتوا لعيبه النادي الاهلي قادرين باذن الله يعطوا المباراه لبر الامان، وان شاء الله يبقى الماتش في الملعب ونكتوه في الملعب وناخد بطاقه الصعود ان شاء الله من داخل ارضيه الملعب يا كابتن عيسى. باذن الله نتمنى ان طبعا زي ما شايفين في الصوره يمكن توجيه اشعه الليزر على لعيبه النادي الاهلي، وطبعا ما كناش نتمنى سيناريو الخروج عن النص، ولكن حاجه من الحاجات اللي كانت متوقعه يعني في المباريات ديت احيانا بتبقى يعني كان نفسنا او كنا نتمنى ان تبقى المعامله بالمثل زي ما جمهور رجاء هنا ولاعبي الرجاء اتقابلوا بترحاب واتقابلوا باحسن مقابله، ما كانش في اي مشاكل خلال المباراه ولا قبل المباراه ولا بعد المباراه ولا اثناء المباراه، ولكن يعني الحمد لله على كل شيء، وان شاء الله النادي الاهلي يتخطى الدور دوت ويقدر يتعامل مع الاجواء دي الاجواء الصعبه دي، وان شاء الله نوصل باذن الله للدور قبل النهائي. كابتن اسامه سريعا كيف سيلعب الرجاء؟ بص هو الرجاء هنا لعب ب 3 4 3 او 5 4 1، لعب بالياس الحداد ومروان الهدودي وجمال حركاس سرد باكات واسامه سكحال باك ليفت وعبد الاله مدكور باك رايت، واثنين كانوا في نص الملعب مكعازي وبالحروز، واثنين تحت واحد حميد احداد كان لوحده قوي قدام بيلعب على الاربع مدافعين، ومحسن متولي واخد الجنب اليمين وزريده واخد الجنب الشمال. مظبوط. لما النادي الاهلي جاب جونين والراجل رشيد الطوسي لقى ان في خط ظهره متلخبط خالص والثلاثه اللي لعب بيهم مش عاملين له اللي هو المطلوب منه اللي هو يقفلوا له كويس قدام ما يروحش فرص، لقى نفسه مغلوب اثنين وفي فرص كتير عليه، شال الياس الحداد ونزل فابريس نجومه اللي هو بادئ بيه النهارده اللي هو لعيب الوسط اللي بيكمل تحت حميد احداد. فهو النهارده عامل تغييرتين، عامل فابريس نجومه وقعد اسامه سكحال، وكده كده مروان الهدودي كان مطرود ولاعب عبد الجليل جبير. مع ان عبد الجليل جبير سيرد باك، فاحنا النهارده هنشوفه هل هيلعب باك ليفت مكان اسامه حركاس ولا هيلعب بثلاثه برضه، لان هو بيلعب بالياس الحداد وحركاس وعبد الجليل جبيره وعبد الله مدكور قدام بدل اسامه سكحال. يعني يلعب بثلاثه لان مروان هدودي اتطرد الماتش اللي فات، ممكن يعمل كده، بس هو في الغالب هيلعب 4-2-3-1 اللي هم محسن متولي وفابريس نجومه وزريده هيبقوا تحت حميد احداد، والاثنين اللي ارتكاز هيبقى محمد المكعازي وبدر بالحروز. طبعا هو طبيعه الحال هو 2-1 النتيجه الاولى وبلاتي بيلعب في ملعبه، وان احنا شايفين الاجواء استغل 50,000 متفرج طبيعي زي ما احنا كنادي اهلي بنعمل كده. لازم يستغل هو بالنسبه له، هو انا بتكلم عليه هو طبعا لازم يستغل الحماس الغير او المنقطع النظير للجمهور انه يضغط في البدايه قوي على فرقه النادي الاهلي، انه يربكهم، انه يحاول يجيب جون بدري، انه يحسسه تملي ان هو مهاجمه و صحيح يعني حاطه تحت ضغط. زي ما علاء بيقول بقى لو انت خدت المبادره دي وانت اللي ابتديت شويه، ما تفضلش على طول مستني كورنرز في فاول عليك في كره شوطه جنب العارضه مش عارف ايه، لا انت تباغت انك تحاول تضغط من تضغطش نفسك ما تضغطش نفسك ايوه بالظبط، خصوصا لو استغليت وقدرت تجيب جول مبكر ما تضغطش نفسك، يعني تحاول في وقت لازم تبقى ضاغط لقدام، مش بنقول طول الوقت بس في وقت لازم تضغط من قدام عشان تقلل حماس لعيبه الرجاء وجماهيرهم وتحسسه بقلق، لانك انت لو جبت جون شكل الماتش هيتغير كتير قوي. مظبوط. ف
فلكن هم طبعا هينزلوا بحماس كبير، ده انا متوقعه. صحيح. نتمنى ان شاء الله ان الاهلي لعيبته يبقى مركزين ال 90 دقيقه وان شاء الله النتيجه بصراحه. طيب كابتن عادل توقعاتك سريعا لبدايه الشوط الاول. يعني اتوقع انه في ضغط هيبقى عليك قوي جدا. انت كمان زي ما الكابتن قالوا، كابتن علاء قال كلمه مهمه عجبتني، انك انت لازم تضغطهم في البدايه، ولكن الضغط بشروط، اللي هو ايه؟ انت ضاغط شكلا ولكن مأمن دفاعيا. هو ده المهم اللي احنا بنتكلم فيه. احيانا بتضغط باثنين او ثلاثه والباقي كله بيعمل سبورت الدفاعي بتاعك، ولكن هتضغط بالثلاثي الهجومي اللي قدام، ولكن في الوقت اللي انت بتضغط بالثلاثي الهجومي لازم يبقى عندك بلوك واحد طالع في البدايه. لو طلعت وعملت دي في البدايه هتخوفهم وهنشتغل زي ما احنا قلنا، هنريح دفاعنا. الحاجه المهمه ممنوع فاولات، الوقفه المنضبطه في الحاجات الثابته مهمه جدا. مش ممنوع يا عادل، هي تقل يا كابتن، لان اكيد هتعمل فاول بس هي تقل الفاولات. هم بص يا كابتن، دي اصل دي هم عايشين عليها يا عادل. لا طبعا. انا اقول لك حاجه مهمه على فرقه الرجاء، يمكن بسرعه كده. الرجاء لما جه لعبك هنا لعب بطريقه غريبه قوي. اول 25 دقيقه لعب 3-6-1 في الشوط الاولاني، لما تحسن وبدا يرجع تاني 4-3-3، بيلعب على ملعبه طول الوقت 4-3-3. مظبوط. كابتن بلال سريعا. وضع طبيعي انه هيهاجمك من البدايه، يعني وضع طبيعي جدا انه طبعا مضغوط خسران عندك. تيجي في البدايه هيلعب كور بينيه ولا هيلعب كره طوليه؟ اعتقد هيعتمد على الكرات الطوليه. اعتقد هيعتمد على الكرات الطوليه، ويبتدي يزود الكثافه العاديه في نص ملعبك عشان يبتدي يضغطك من قدام. يعني هي دي الطريقه الوحيده اللي ممكن يشتغل بيها في اول 10 دقائق، بحيث ان هو دايما يخليك في نص ملعبك، ما عندكش فرصه ان انت تلعب وتتحرك وتباص من رجل لرجل. مهم جدا انك في بدايه الماتش ما تغلطش. الاخطاء مرفوضه جدا جدا في بدايه اللقاء، مرفوضه جدا باي شكل من الاشكال. الفاولات مرفوضه، الانذارات مرفوضه. صح. انك التهور مرفوض في بدايه الماتش، تاخد انذار في بدايه الماتش هيقلقك وهيخلي مستر موسيماني يحط في حساباته حاجات تانية خالص بعيده عن اللقاء. هيغير السيناريو. بالظبط، هيغير السيناريو زي ما حصل هنا في القاهره. الانذار بتاع ديانج خلانا نغير من سيستم اللعب بتاعنا. صحيح. بص يا ايمن، كلمه سريعه بقى. اتفضل يا كابتن. اهم حاجه النهارده في المباراه دي ما تكبرش مساحه اللعب. مظبوط. على قد ما تقدر خلي ابعد عن الشناوي. صح. ابعد. صح. كل ما بتبعد عن المساحه عن الشناوي انت في امان. الخطوره عنك. بالظبط. ان هو هيلعب على كوره طويله زي ما بيقول بلال، وعايز يضغطك لان هو عايز دايما ضربات ثابته عليك. صحيح. عموما خلص كلامنا، الملعب موجود 90 دقيقه. نتمنى التوفيق ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي، باذن الله لعيبه النادي الاهلي يرجعوا بعد المباراه وبعد الاحداث ديت اللي قادرين يتعاملوا معاها ان شاء الله، ويعدوا باذن الله للدور قبل النهائي على خير ان شاء الله. نروح لفاصل، نرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث الشوط الاول. ارجوكم تفائلوا وانتظرونا.